طيب زي ما ذكرت لكم احنا باقي عنا حوالي 28 ساعة بواقع 7 محاضرات، حيكون في عنا لقاءين في الأسبوع، 2 وخميس 2 الساعة 1 والخميس الساعة 8. بدنا نخلص جزئية الريكرنت نيورال نتوركس، انه تقريبا المحاضرة هذه او بالكثير المحاضرة الجاية، وبعد هيك انه بدنا نحضر حالنا للعروض النهائية، انه نختار بروبلمز انه احنا نشتغل عليها او كومبيتيشنز من الكاجل انه احنا نشتغل عليها، وانا حكون معاكم في الاختيار انه تعرضوا علي الكومبيتيشن في البداية انه انا بطلع عليها، فبالتالي بشوف قديش مقدار التعقيد فيها. ممكن احكي لكم انه انتم تختاروا شيء غير او انه تختاروا فيها وانه ادلكم على وصفات معينة. يعني على سبيل المثال كانت الوصفة هذه انه مش مضيوفة، انا ضفت لكم اياها، اللي هي التعامل مع التايم سيريز. هذه بتفيد انه انا كيف بدي اتعامل مع، لو انا بدي اعمل بريدكشن للفيوتشر زي البروبلم اللي انتم اشتغلتوا عليها، فبالتالي هنا بيورجي كيف فعليا انا كيف انه انا حرتب البيانات. فبالتالي انا عندي الاكزامبل زي هيك وهي الفيتشر زي هيك، فبالتالي انه هنا التايم ستيب بتكون زي هيك. فهذا بيكون عبارة عن تنسور برانك معين انه بيصير له فيد على نيورال نتورك، وبالتالي بيصير فيه بريدكشن للنكست تايم ستيب، او يعني انه بريدكشن للفيوتشر. هذه وصفة من الوصفات. في وصفة تانية أنا برضو حطيت لكم إياها هنا، اللي هو الكلاسيفيكيشن اون امبالانسد داتا. هذه إحنا بروبلم كتير بنواجهها، إنه على سبيل المثال إنه في السنتمنت أناليسيس، إنه أغلب الناس بتعمل بوست لشغلات نيجاتيف، يعني نادر ما إنه تلاقي على انه في بيعملوا بوست لشغلات انه بوزيتيف. فبالتالي انه ممكن انه يكون النيجاتيف كلاس اكبر بكتير من البوزيتيف كلاس، فبالتالي هنا بدنا نراعي شغلتين، انه في المتريكس هنا ما بيكفي انه انا اتعامل مع اكيوريسي بس، لازم انا اخذ بعين الاعتبار انه البريسيجن والريكول، وبدي اعرف حاجه اسمها الفولس نيجاتيف والفولس بوزيتيف، وانه البريسيجن والريكول في لهم معادلات، وممكن ادخل في ميجور تاني اللي هو عبارة عن كومباينيشن بين البريسيجن والريكول اسمه اف ميجور، راح ادلكم عليه يعني انه تعامل معاه، انه سهل جدا مدام انه صار في عندي بريسيجن والريكول بقدر احسب الاف ميجور. فالاف ميجور المعادلة تبعته زي هيك، كذلك اسمه F1 سكور المعادلة تبعته بالضبط، هو عبارة عن 2 ضرب البريسيجن ضرب الريكول على البريسيجن زائد الريكول، والبريسيجن والريكول تحسب بالترو بوزيتيف والترو نيجاتيف والفولس بوزيتيف والفولس نيجاتيف. يعني على سبيل المثال لا احنا بنحكي في التصنيف، في التصنيف انه متى بحكي عنه انه ترو بوزيتيف، اذا كان انه هو الكلاس فعلا بوزيتيف والبريدكشن طلع معايا بوزيتيف تمام، ومتى بيكون في انا عندي فولس نيجاتيف. امبالانس داتا انه بتكون انه توزيع الكلاسز مش عادل، يعني بمعنى بالضبط انه انا عندي النيجاتيف 70% او 90% والبوزيتيف 10%. نعم ممكن انه انا اعمل فيد للديتا، اذا كان انا عندي البوزيتيف انه التريننج انه هي انه انف نوعا ما ممكن اعمل، بس ممكن احسن باستخدام هذا التكنيك. فهذا التكنيك هيو، فهنا بحكي لي على البريسيجن والريكول، عملنا حاجة اسمها بيس موديل، انه احنا دربنا على الداتا سيت زي ما هي، وبعد هيك رحنا عملنا حاجة اسمها
انه انا استخدم انه اعطي ويت للكلاسز في اللوس. كيف؟ صحيح، بس انه الكلاسز بتكون لها نفس الويت. انه على سبيل المثال انه لنفترض انه انا في عندي برودكشن لاين، خط انتاج، وخط الانتاج هذا لتعليب الاسماك، وفي انا عندي على السير في عندي سمك سلمون وسمك سردين، تمام؟ طبعا الفرق في السعر كتير شاسع بين السلمون والسردين. فالان الكلاسيفاير يفترض انه يصنف، انه يتعرف على السمكه هذه سردين او سلمون بحيث انه هو يوجهها. فبالتالي ممكن انه يعني ادي له ويت في الكلاس، انه بمعنى اخر انه الغلطه في تصنيف السلمون، لا الكوست تبعتها اعلى، حخسر. لو صنفت انه السلمون على اساس انه هو سردين حيكون في عندي خساره. بالضبط، فحدي ويت اكثر يعني كوست اكثر لللوس تبعت هذا الكلاس. هو بشكل طبيعي لغايه الان احنا كنا بنتعامل معهم انه بشكل متساوي. فالان انا ممكن ادي ويت اكثر للكلاس اللي ممكن انه يسبب لي خساره، زي انه اصنف السلمون انه سردينه، تمام؟ فهذه انه انا ممكن اعطي ويت للكلاسز بهذا الشكل. في اسلوب ثاني انه انا اعمل اوفر سامبلينج على الماينوريتي كلاسز، وهذه ممكن تفيدكم للناس اللي اشتغلوا في المطاعم. مين عندكم اشتغلوا في المطاعم زي هيك؟ فبالتالي هنا انه بروح انه الماينوريتي كلاس بروح بعمل اوفر سامبلينج وبعمل بزود البيانات عليه، تمام؟ فبالتالي انه هذا الاسلوب انه كرييت مور بوزيتيف سامبلز باستخدام هذا الاسلوب، هذه المكتبات. فبالتالي انه هذا اسلوب انه انا اعمل سامبلز اضافيه على الماينوريتي او الماينور كلاس، على كلاس تبع الاقليه، لانه هذه بطبيعه الحال زي ما حكيت انه احنا بنواجهها بشكل كبير، انه على في السنتمنت اناليسيس، انه هذا بالمناسبه على الموفي ريفيوز، هذه الداتا سيت على ال هذه كريدت كارد فراود داتا. فبالتالي في الكريدت كارد انه اغلب البيانات انه هي مش فراود، وانا في عندي الفراود بالضبط اقليه كثير، تمام؟ بالضبط. ولو هذا شيء مشابه على البوست الموجود على السوشيال نتورك، سواء كان فيسبوك او تويتر، انه الناس عاده بتعمل بوست لشغلات نيجاتيف. نادر لما يكون الواحد مبسوط ويعمل بوست انه هو مبسوط. فبالتالي النيجاتيف بوستس بتكون غالبيه انا عندي في الداتا سيت، فبالتالي ممكن اتعامل معها بهذا الشكل. فعندنا الاسلوب الاول انه ندي ويت للكلاسز في اللوس فانكشن. الاسلوب الثاني انه احنا نعمل اوفر سامبلينج للماينوريتي كلاسز، الماينوريتي كلاس بمعنى اخر انه نعمل مور كرييشن لمور بوزيتيف سامبلز، تمام؟ طبعا البوزيتيف هنا بالنسبه لإله انه بوزيتيف انه هذا فراود، انه هذا الترانزاكشن احتيال انه هذا بوزيتيف انه تعرف عليه زي هيك. فبالتالي انه هاي الوصفات انه بتساعدني نوعا ما انه انا يعني ممكن انه انا يعني هاي حطيتها في الروابط، كل ما يتوفر عندي اكثر بضيفها هنا للتعامل مع مشكلات انه مختلفه اكثر انه ما مرتش عليكم، تمام؟ طيب خلينا نرجع للCNN، للconvolutional، للRNN، للrecurrent neural network. تعرفنا على CNN باختصار شديد جدا 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 انه بتمكنني انه انا اعمل extract لفيتشرز من الصور. فبالتالي الفيتشر انجينيرينج رمينا انه هذا الحمل على النتورك. فبالتالي انه زي بيكون في عنده زي نظام رؤية بحيث انه يستخرج الحدود والاشكال والإدجز، الخطوط الافقية والرأسية، عشان يتعرف على الاشكال حتى ولو كانت الصورة ملونة،
تمام. هذا بالنسبة للسي ان ان، يعني شفنا فيه كيف صنفنا انه صور معينة، واخذنا كذلك حاجة اسمها الترانسفير ليرنينج، انه اخذ بري تريند موديل واعمل له تونينج لشغلة معينة، وشفنا الستايل ترانسفير. اما بالنسبة للريكرنت نيورال نتورك، هو اركيتكتشر كتير مختلفة. لو احنا برضو رجعنا الموضوع انه حكينا انه الاركيتكتشر تبعت النيورال نتورك ايش هي، MLP CNN RNN، هدول الثلاث اركيتكتشرز الرئيسية. هذه مستخدمة بشكل واسع في الكمبيوتر فيجن، هذه مستخدمة بشكل واسع وين ما انا محتاج سياق، وين انا بحتاج سياق تكست والسبيش، تمام. وهنا مستخدمة على نطاق واسع في الكمبيوتر فيجن. كيف؟ ممكن زي ما شفنا المرة اللي فاتت انه احنا عبارة عن Object Detection، والسياق برضو موجود، وانت في السيلف درايفينج كار شفنا الفيديو هذا انه مستخدم RCNN. المالتي لاير بيرسبترون ممكن نعتبرها اللي هي فولي كونكتد، او دنس نتورك زي هيك، تمام. كيف سي ان ان مالها شام عليك؟ لا بس الاركيتكتشر تبعتها مختلفه، انه في عندي ستاكينج، هنا ستاكينج للايرز، انه هذه فولي كونكتد او لايرز من نوع دنس، اما هنا في عندي لايرز انه طبقه مختلفه من اللايرز، انه كونفولوشن لايرز، انه مش لايرز عاديه، فعشان هيك انه هي اركيتكتشر مختلفه، تمام. هذه عاده بستخدمها مع الاستراكتشرد داتا، تمام. شفنا اللي في التنسور فلو اللي هو السيكوينشال موديل، او دي ان ان كلاسيفاير، او دي ان ان ريجريسور، تمام. طيب عشان هيك بدنا نرجع وين عند هنا في الشرح هذا جامعة ستانفورد، خلينا نرجع له سوا. شفنا المرة الماضية الكونفولوشن، حكينا باختصار انه هاي الانبوت ايمج طبقات من الكونفولوشن بتبعها طبقات من البولينج، وهنا الفولي كونكتد، وشفنا التفاصيل تبعتها هنا انه زي هيك، انه الاف سي او الفولي كونكتد انه ممكن تكون عدة طبقات، وهنا اخر طبقة انه بعملها فلاتن زي هيك. هذه الاركيتكتشر بشكل عام. اما الار ان ان النظام تبعها مختلف، انه انا بيكون انا عندي الانبوت عباره عن سيكونس والاوتبوت عباره عن سيكونس. احنا دائما الانبوت بنتعامل معاه كاكس والاوتبوت بتعامل معاه كواي، فبالتالي انا الانبوت انا عندي اكس 1 اكس 2 لغايه اكس تي، وهنا اكس تي زائد 1، تمام. والاوتبوت انا بيكون عندي واي 1 واي 2 لغايه واي تي، واي تي زائد 1 بهذا الشكل. تمام. طيب
لو أخذنا واحدة من هدول، هذا البلوك شايفينه، أنا عندي هنا XI و YI أو XT، يعني إنه at specific time. هذا التسلسل ممكن يكون عبارة عن حروف وممكن يكون عبارة عن كلمات، تمام؟ فبالتالي هنا بدي اياكم تتخيلوا معايا، حاولوا انه تطلعوا على البروجيكتور وتتخيلوا معايا كيف شكل الانبوت وكيف شكل الاوتبوت. شكل الانبوت هنا يعني على سبيل المثال انه راح يكون الانبوت هنا I am thirsty, I want a glass of، والاوتبوت هنا حيكون انه بدي اعمل بريدكشن انه لنفس الجمله هذه بالاضافه للكلمه المفقوده. فبالتالي هنا I am thirsty, I want a glass of water، انه انا عطشان بدي كاسه ميه زي هيك. فبالتالي الانبوت انه عباره عن نفس الجمله، والاوتبوت انه يعني ممكن نعتبره زي هيك. خلي اصنف لكم يعني اعمل لكم اياه زي هيك. فبالتالي الاكس بده يكون انه I am thirsty I want a glass of، زي هيك. والواي عادة انه ممكن نشتغل فيها بهذا الشكل، تمام؟ وممكن نشتغل فيها انه هذه انه انا بعمل شيفت اللي هو تايم للستيب، انه الاي خلاص انه هذه انه انا بعتبرها انبوت هنا، فبالتالي انه في عندي ويندو معينه للبريدكشن. عشان اعمل بريدكشن للكلمه الاخيره هذه لازم انه اطير اول كلمه في الواي، وهنا بدها تصير انه ووتر بهذا الشكل. هذا الكلام انا معتبره انه ات وورد ليفل. ممكن هذا النظام انه انا اعتبره او اطبقه على الكاركتر ليفل، فبالتالي بديله زي هيك انه سلسله من الاحرف. هذا كلام وورد ليفل، ممكن اطبقه على الشار ليفل انه راح يكون الاكس زي هيك، تمام؟ وهنا الواي بده يكون هذا الكلام، واتفقنا بدنا نطير الاي السبيس بدها تضلها، تمام؟ وهنا بده يكون تي. مش واضحه؟ هذا وورد ليفل واضح صح؟ كاركتر ليفل انه انا بيكون في عندي الانبوت عباره عن سيكونس اوف كاركترز، والاوتبوت بده يكون انه بريدكشن للنكست كاركتر. فهنا طلع كويس انه انا عندي اي دبليو اي ان، ايش الكاركتر اللي ضايل؟ ايش البوسيبل تي؟ انتم عارفين انه هو تي، بس ايش ممكن تكون يعني الشغلات البوسيبل؟ شغلات كثيره، تمام؟ ليش فقط عمل مع اي ما انا حسب انه ترتيب البيانات، هذا انا بتحكم فيه. انا ممكن اتحكم في ترتيب البيانات انه از ووردز سيكونس، انا عندي words وممكن يكون كاركتر. هلا رفع الاي مع السبيس، تخلي بس رفع الاي خلي السبيس، لانه بالضبط انه بدي اعمل هنا توكنايزيشن، في التوكنايزيشن بيطير السبيس. اما هنا حتى لو كان سبيس بدي اعمله بريدكشن، لانه هذا الباوندري تبع الكلمه. واحد واحد لانه الفكره انه انا انه السيكونس انا عندي انه انا هذا الانبوت انا عندي وبدي اعمل اوتبوت لنفس السيكونس بس زائد واحد. فبالتالي انه انا عندي ويندو عاده بعملها في البريدكشن، فبالتالي انه بتكون انه زي هيك يعني اعتبري انه انا بدي اعمل بريدكشن للستوكس، للستوك برايس، اسعار الاسهم. فانا عندي تي 1 تي 2 تي 3 هذا الانبوت عشان اقدر اعمل بريدكشن للتي 4.
طب بدي اعمل بريدكشن لتي 4، شو بدي اسوي؟ بدي اخذ تي 2 تي 3 تي 4 عشان اعمل بريدكشن لتي 5. هي هيك الفكره. وبالتالي هنا انه السيكونس بده يكون انه زي هيك نفس الويندو زي هيك بالضبط، هو بيشوفها as a sequence of characters، سلسلة من الأحرف بهذا الشكل. طيب هجيت بدنا نكمل البريدكشن، لو أننا بدنا نحن نكمل زي هيك، فبالتالي إنه هذا اللي أنا عملت له بريدكشن، هذا في المرة الجاية في next time حيصير إنه X زي هيك والY تبعي بده يصير زي هيك، هنا حيطير السبيس وهنا بده يصير زي هيك. والنكست تايم ايش حتكون؟ بالضبط، فحتكون زي هيك وهنا سبيس وهنا احنا بنحكي كاركتر ليفل، وهنا اول كلمه a glass of water بهذا الشكل. فهي عباره عن repetitive step في الجينيريشن للتكست في البريدكشن، سواء كان وورد ليفل ولا بالاكس من بعد الوان في سبيس. اي وونت ا جلاس اوف ووتر. لا لا سطر 18 بعد وان هو الحال عملت سطر 18 بعد الوان في سبيس. هي ما بتعرف سبيش حياخد نفس الطريقه. نعم في السبيش انه زي هيك بهذا الشكل. كيف بالضبط LSTM او GRU، الاركتكشر الموجودة عندنا هنا LSTM او GRU. فبالتالي هنا هذا البلوك اللي موجود هنا كيف شكله؟ شكله يعني عبارة عن مجموعة من النيورونز اللي مشبوكة مع بعض بهذا الشكل، تمام؟ فبالتالي هنا عندي weight WAA وهنا weight انه متصل بالانبوت اللي هو الA في الX، تمام؟ وهنا في عندي B وهنا في عندي gate وهنا في عندي W اللي هو المتصل بالY وهي الجيت الثانية. فبالتالي هو بده يصير انه زي كأنه بده يعمل memorizing لما يكون السيكونس زي هيك، انه السيكونس اللي وراه زي هيك. فبالتالي الاركتكتشرز الموجودة انا عندي هي LSTM long short term memory. هذه اللونج شورت تير ميموري ما تطورتش هيك يعني بين يوم وليله، يعني صار فيها فيرجنز بشكل كبير، بحيث انه فعليا في شغلات اللي يفترض انه يحفظها على المدى القصير وفي شغلات يفترض انه هو يحفظها على المدى البعيد. في شويه تعقيد هنا في الاركتكتشر هذا، انه داخل برضه بالماثماتكس وبالمودلز انه كيف تمت هاي الشغله، تمام؟ طيب هجيت نشوف ايش انواع بعد ما فهمنا الشكل الاساسي. خلينا نشوف ايش انواع ال RNN. اوكي في شغلة كتير مهمة انه انا بدي احكيها، انه انه مفهوم الريكرنسي انه هاي الشغله كيف احنا بنسويها، بس بدي اورجيكم اياها برسمه، انه عشان انه هو يحفظ السياق ممكن انه انا اخذ الاوتبوت من نيورون معين وادخله انبوت في النكست. بالضبط زي هيك يعني، وهذا الكلام ممكن تشوفوه في التشيت شيت تبع النيورال نتوركس ايش هي الاركتكتشر، انه دائما بيكون في عندي انه ريكرنسي، مفهوم الريكرنسي انه انا عندي في النيورون هذا النيورون، تمام، هذا الانبوت زي هيك وهذا الاوتبوت. احنا تعودنا زي هيك انه فيد فورورد، انه بيكون موصل
بكل نيورونز بالطبقه اللي وراء. هجيت ممكن انه انا لو بدي اعمل ريكرنسي انه انا بدي اخذ الاوتبوت ورجعه مره ثانيه هنا في الانبوت، تمام؟ فهذا الاكس وهذا الواي زي ما تعودنا، تمام؟ فبالتالي الواي بتطلع مره ثانيه، بتدخل مره ثانيه في الاكس مع الواي كانبوت جديد. طبعا هنا في راح تكون في حاله من الانستابيليتي. انستابيليتي معنى ذلك انه في عندي انبوت عملت له فيد على النتورك، طلع اوتبوت، رجعنا طلعنا الاوتبوت كانبوت من جديد على النيورونز. النيورون في عنده انبوت جديد بده يحسب اوتبوت جديد، حسبنا اوتبوت جديد، الاوتبوت الجديد هذا بده يرجع يدخل كمان مره، فبيضلوا يعمل ريكرنسي تكرار لهذه العمليه لغايه لما الاوتبوت يصير هو نفسه الانبوت، فبالتالي انه يستقر الواي ما يتغيرش، تمام؟ فهذه بتصير، عشان هيك انه فيها كومبلكسيتي انه من ناحيه التايم بتاخذ وقت كتير، عشان هيك في فعليا بتحتاج جي بي يو عشان اقدر اشغل موديل زي هيك، تمام؟ هذا موديل. والموديل الثاني انه ممكن يكون عندي زي هيك، هي الانبوت، لنفترض انه في عندي 3 انبوت وفي عندي هنا 4 نيورونز للاوتبوت، في هنا عندي 2 نيورون او نيورون واحد للاوتبوت، فبالتالي انه هذه فولي كونكتد عاديه وهذا نفس الشيء، تمام؟ وهذا برضه نفس الشيء زي هيك. فبالتالي هنا مش بطلع الانبوت لنفس النيورون، باخذ من الاوتبوت برجع هنا، حيكون هذا واحد لهذا وواحد لهذا زي هيك وهكذا، او ممكن يكون لللاير اللي قبل. نعم، هيك انت بتحفظ السياق، هيك انت يعني بتاخذ بعين الاعتبار ايش الكلمه السابقه عشان تعمل بريدكشن للنيكست وورد، او ايش الكاركتر السابق عشان تعمل بريدكشن للنيكست كاركتر، او ايش الفونيم السابق في حاله السبيش عشان تعمل بريدكشن للنيكست فون او فونيم، ايش المقطع الصوتي، تمام؟ وقتيش ايه هو فعليا راح يضل يعمل كومبيوتيشن 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 لغايه لما يصير في استقرار انه فعليا صار تظبيط للويت، بحيث انه الواي خلاص ما بتتغيرش، الواي بترجع بتدخل زي ما هي، ويعني بطلع اوتبوت بندخله انبوت كمان مره على النيورون بس الواي زي ما هي الفاليو، تمام؟ احنا هنا بنحكي مفاهيم، يعني بدناش ندخل في تعقيدات كتير، بس الكونسبت شو مفهوم الريكرنسي، انه ناخذ فيدباك من الاوتبوت ندخله للانبوت. الفكره الاساسيه تبعته انه احنا نعمل مينتين للكونتكست، يعني سام هاو بالضبط. طيب يبقى الادفانتجز انا عندي بعد ما فهمنا كيف طريقه الكونكشن، انه ممكن انه نعمل انبوت ات اني لينث، ممكن اخذ الويندو اللي انا بدي اياها، تمام؟ وانه الكمبيوتيشن تيكس انتو اكاونت هيستوريكال انفورميشن وهو المطلوب، وهنا الويتس ار شيرد اكروس تايم، انه هنا في عندي ويت ات تايم معين ات سبيسيفيك تايم، لانه الويتس هذه بتتغير، فبالتالي انه الويت في تايم معين بتكون محفوظه من نتورك. ايش الدروباكس تبعتها تبعت الار ان ان؟ انه الكمبيوتيشن حتكون سلو بسبب انه الريكرنسي، وبتحتاج انه نعمل ريكومبيوتيشن بشكل كتير، تمام؟ لما يكون التايم انا عندي لونج، فبالتالي انه بصير انه صعب انه اصل الانفورميشن في سبيسيفيك تايم معين، تمام؟ هذه هي اكثر المساوئ تبعتها. طيب انواع الار ان ان، احنا بنحكي هنا طريقة ترتيب البيانات. اول نوع انا عندي 1-to-1، وهو فعليا ممكن تعتبرها انه هي traditional neural network. يبقى انا عندي tx بتساوي ty بتساوي 1، فبالتالي انا عندي هاي الانبوت x والاوتبوت y. ادي لك مثال انه
ممكن اصمم لك موديل اديني حراره اليوم بدي لك حراره بكره درجه الحراره تبعت الطقس ليوم واحد بس حراره اليوم بدي لك لانه في كتير ارتباط وثيق بين حراره الطقس اليوم وحراره الطقس بكره في اغلب الاحيان تمام. فبالتالي انه لما تلاقي انه الجو بدا يبرد ما بتلاقيوش انه بدا يبرد فجاه انه مثلا انه كانت درجه الحراره 28 صارت فجاه 14 لا بدا 28 من قص 27 26 وهكذا. فبالتالي اديني حراره اليوم اعمل لك بريدكشن بكره والبريدكشن نقلبه فبالتالي انه اديني بكره عشان ادي لك بعد بكره وهكذا. فهذه نيورال نتورك عاديه فيش فيها ريكرنسي. اما النوع الثاني اللي هو 1 to many وهذا انه بكون انا عندي الانبوت تي اكس تمام والاوتبوت انه انا في عندي ميني اوتبوت زي ما شايف زي ما شايف هنا انا عندي 1 اكس والاوتبوت ميني وايز. هذا وين بستخدمه في الميوزك جينيريشن. تمام. فبالتالي الموسيقى هي عبارة عن يعني سلسلة من الأصوات. فبالتالي ممكن أنا أدي له أول صوت تمام وهو يعمل جينيريشن إنه لو واي واحد من واي واحد إنه طب ماشي إيش الواي اثنين الواي ثلاثة وهكذا. طبعا كله مرتبط زي هيك. وشايف شايف كيف هنا إنه الريكرنسي إنه أنا عملت بريدكشن لواي واحد واي واحد رجعت دخلتها مرة تانية عشان أعمل بريدكشن لواي اثنين واي اثنين دخلتها كمان مرة عشان أعمل بريدكشن لواي ثلاثة وهكذا. النوع الثالث many to one. في هذه الحالة الانبوت بيكون many والاوتبوت one. مثال عليها sentiment classification. فبالتالي بيكون الانبوت انا عندي عبارة عن sequence والاوتبوت عبارة عن classification positive او negative. زي على سبيل المثال انه sequence انا عندي this movie is terrible. فبالتالي الاوتبوت الواي نيجاتيف. فبالتالي الانبوت سيكونس والاوتبوت عبارة عن كلاس ليبل بوزيتيف او نيجاتيف بهذا الشكل. هذا ماني تو 1 ماني اكسز 1 واي. هنا 1 تو ماني 1 اكس ماني واي بهذا الشكل. بس هنا كمان مرة لاحظ انه الواي استخدمناها اللي احنا عملناها بريدكشن اول مرة استخدمناها في اعمل بريدكشن للواي اللي وراها وهكذا بالضبط. لكن انبوت واحد هنا هنا ماني انبوتس عندك اكس واحد اكس اثنين اكس تي لك تتخيل انت عندك هاي نقط. عليكم السلام. طيب هذه عبارة عن الستيت في حالة معينة أو الاكتيفيشن في حالة في تايم معين. نعم يعني في كل تايم ستامب تي الاكتيفيشن اي تمام هي عباره عن الستيت بالضبط. مش احنا التايم داخل في الموضوع. فبالتالي ات سبيسيفيك تايم بيكون في عندي اكتيفيشن لغايه لما يستقر الاكتيفيشن. كيف صحيح عشان تأخذ الكشف المواقع شعطة مرغية
كشف عن سباسة على عليه شهر ونص أيام. أول ما يقول لك كشف عن جبهة من بدري أول ما يجي الدكتور أول ما يجي الطلاب. وقع اللي ما وقعش أنا 10 دقايق وأخذ الكشف يعتبر غياب. تمام؟ هو عشان بالذات مثلا تيجي واحد كبر كشف بالذات. آه يتذكر حاله ما وقعش ما ينفعش هيك إحنا كل الجروبات هيك ماشيين معاهم. ما ينفعش. طيب ماني تو ماني بيكون في عندي ماني اكسز ماني وايز وهذا مستخدم في النيمد انتيتي ريكوجنيشن اول بارت اوف سبيتش تاج. عندكم فكره عن نيمد انتيتي؟ نيمد انتيتي زي الاورجنايزيشن مثلا انه انا يكون في عندي القدره على التعرف على الكلمات كانتيتيز زي مثلا انه هذه الكلمه عباره عن اورجانيزيشن هذه الكلمه عباره عن تصنيف للكلمه كانتيتي يعني هنا النيمد انتيتي أنا شفت الصورة هنا هذا فيها تاجينج إنه يعني مثلاً على سبيل المثال هيلاري كلينتون هذا عبارة عن بيرسون هذا عبارة عن ديت 2016 نتعرف عليه كإنتيتي تمام 13 هذا عبارة عن كاردينال كاردينال يعني عدد ترامب بيرسون اف بي اي هذا عبارة عن اورجانيزيشن تمام وهنا برضو رشا برضو انه ككانتري انه جي بي اي مش عارف هذا اختصار لايش يعني هذه الانتيتي بيبر ادفرتايزنج سبورتد هذه عباره عن اورجانيزيشن كل تفريغ محدد كلمات محدد ارمكم عارفه عليهم بالضبط هنا لما حكيت لاست سمر هذا عباره عن ديت بهذا الشكل تمام فبالتالي التاسك انه انا في عندي انبوت هو عباره عن سيكونس السيكونس برضو له دخل كبير في تحديد النيمد انتيتي بالضبط يعني على سبيل المثال انت لما تيجي انه تقول افتتح فلان الفلاني فجيت فلان الفلاني انت ايش كيف بدك تصنفها بتيجي بتطلع انه افتتحها وانه مثلا شركه او شغله زي هيك فبالتالي انه هذا في العاده يا اما بيكون شخص يا اما بيكون عباره عن مثلا انه اورجانيزيشن مثلا افتتحت وكاله تشغيل اللاجئين الاونروا مختبر مش عارف ابصر ايش كذا 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 زي هيك يعني كيف لا هذا شيء ثاني اسمه بارت اوف سبيتش تاج في فرق بين النيمت انتيتي النيمت انتيتي الامثله اللي انت شفتها قدامك اللي هي بيرسون كاردينال اورجانيزيشن في انت عندك برضه ممكن تعملها اكستنشن كمان للكانتري والسيتي و ديت ايش كمان في شيء ما حكينا يوش بس انه هاي هذول الشغلات يعني بشكل اساسي اما النيم اما البارت اوف سبيتش انه بده يكون في عندك هنا زي ما شفنا صوره هنا ممكن نكون في عندنا صوره تصنيف للكلمات انه هذه verb noun
she sells seashells on the okay بغض النظر انه هذه عبارة عن pronoun, هذه عبارة عن verb, هذا عبارة عن noun, والnoun هذا اعتقد انه هو جمع. تمام. هذا ان مش عارف ايش التاج, هذا عبارة عن determinant. تمام. وهذا عبارة عن noun. هي فكرة في تاجز معروفة, يعني أنا ممكن أذكر لك إياها بشكل سريع. يعني I هذا pronoun معروف, want verb, an determinant, early adjective, وهذه noun. فبالتالي أنا في عندي تصنيفات لل يبقى named entity. إحنا زي ما حكينا إنه person, city, country, date, org, place, اسم مكان مثلا, هذه حديقة, شغلة زي هيك. ممكن انه انت تضيف فيها شغلات كتيرة, انه هذا عبارة عن لما تيجي تذكر عملة معينة. تمام. ممكن انه يتعرف عليها currency. هذه مرت علي كذلك, انه month بتيجي برضو من ضمن الديت يعني, بس ممكن تكون انه فاين جرين اكتر. الايش ديفايس جهاز. لا دي مش ممكن تكون لو انت دخلتها يعني, بس انا بحكي لك على الاشياء الاكثر شيوعا في اللي هو الكاردينال الاعداد. هذا عبارة عن عدد, شغلة زي هيك يعني. هذا بالنسبة للنيمد انتيتي. بالنسبة للبي او اس بارت اوف سبيش اللي هي noun, verb, preposition, determinant, that, pronoun, adjective, adverb, noun phrase, verb phrase, nope. زي هيك, هذا كله noun phrase أو verb phrase زي هيك. فبالتالي إنه هاي التاكس, فبالتالي إنه بتكون التاسك إنه هذا النص زي هيك. طبعا هذا هل البارت اوف سبيش له علاقة بالسيكونس؟ بالطبع, طبيعة الحال مش ممكن, بالطبع أكيد, لأنه أنت عندك الفعل بيجي وراء فاعل, والفاعل بيجي وراء مفعول به, وهكذا فعل فاعل مفعول به. تمام. وفي عندك جار ومجرور, فبالتالي فيها نمط معين في السيكونس, فبالتالي إنه السيكونس ضروري في الموضوع. ليه؟ صحيح, بس التعقيد في اللغات الثانية برضو موجود, والسبب انه يعني موجود في اللغات يعني في اللغة الانجليزية وبعض اللغات الثانية, ومش موجود في العربية بسبب انه احنا كسلانين, مش انه هي معقدة يعني. هما بيشتغلوا اللغة تبعتهم, لكن احنا مين في بيشتغل اللغة تبعتنا؟ جوجل. نستنى جوجل تعملنا, احنا نستنى. طيب, فهدول لو رجعنا, انا مش عارف في اي تاب كنت الصحيح يعني. ستانفورد. هذه هاي. تمام. فانه هذه ماني تو ماني, فبالتالي الانبوت بيكون عبارة عن زي الجملة هذه, I want an early upgrade, I want an early upgrade, والoutput بيكون عبارة عن التاجز تبعتها اللي هو pronoun, verb, that, adjective, noun زي هيك.
هذا لو كان part of speech. لو كان named entity حيكون إنه زي هيك إنه person, organization, date, كذا كذا كذا. فبالتالي sequence. الانبوت عبارة عن sequence والoutput عبارة عن tags sequence، إنه سواء كانت named entity أو part of speech. طيب هجيت هنا هذه اللي property تبعتها، الخاصية تبعتها إنه الاكس بتساوي الواي، الاكس بتساوي الواي. فبالتالي انت عندك هنا اكس واحد اكس اثنين اكس ثلاثة اكس ان، وهنا برضو نفس الواي نفس الواي نفس العدد، لانه كل كلمة في بقابلها تاج. هنا في عندي نوع تاني انه ماني تو ماني، ولكن الاكس ما بتساوي الواي، وهذه وين موجودة؟ في الماشين ترانسليشن. ايش الماشين ترانسليشن؟ صحيح. فبالتالي الانبوت عباره عن سيكونس اوف تكست في السورس لانجويج، والاوتبوت عباره عن الترانسليشن في التارجت لانجويج برضه سيكونس اوف تكست. تمام. وهذه يعني انه مفارقه، انت عندك في بعض اللغات بتلاقي انه بيحكي ربع ساعه والترجمه تبعتها كلمتين زي هيك، فبالتالي اللينث مش مطابق مع بعض غير الورد اوردر. برضو غير الورد اوردر هذا يعني اشي تاني انه زي هيك. كيف حاطط الويتس انه اندبندنت؟ صحيح. بس انت كيف بترتب البيانات؟ بترتب البيانات زي هيك زي ما شفناها، انه انت يعني تخيل انه البريدكشن للنكست وورد او للنكست كاركتر هي بريدكشن للتاج، سواء كان نيمد انتيتي او part of speech. فبالتالي انت بتكون عندك هاي الاكس هاي الواي النكس هاي احنا عملناها هنا زي هيك، هاي الاكس وهاي الواي. هلقيت النكست اكزامبل انت بتعمل شيفت بالويندو تبعتك، فبالتالي انت تاخذ السياق في عين الاعتبار بالضبط. فبالتالي انت زي كأنه بتقول له انه لما يكون في عندك هنا بريبوزيشن حرف جر بعدها حيجي شيء مجرور زي هيك، انه انت بتيجي بتعمل بريدكشن انه للنكست زي هيك، انه انت حتدخلها في النكست اكس عشان تعمل بريدكشن للنكست واي. تمام. طب ايش الاكتيفيشن فانكشن المستخدمه؟ يعني مرت علينا يعني سيجمويد 10 اتش ريلو، كل واحده كيف الشكل تبعها. هذا الفانيشينج جريدينت او فانيشينج اكسبلودينج جريدينت، هذا هو الاسلوب المستخدم في ال اس تي ام، بحيث انه فعليا انه يعمل فورجيت لبعض الاشياء ويعمل ريممبر لبعض الاشياء. فبالتالي هنا انه بيقدر يعمل كابتشر لونج تيرم ديبندنسيز. فبالتالي في الترجمه الاليه على سبيل المثال الوورد اوردر لو تغير، فبالتالي انه انت عارف هاي الترجمه موجوده انت عندك في التكست، بس وين المكان تبعها؟ في ازاحه مثلا ثلاث كلمات او اربع كلمات زي هيك. طبعا في عندي نوعين من الريكرنت يونت، في عندي النوع الاستيام لونج شورت تيرم ميموري يونت الاستيام، وفي عندي الجي ار يو. جي ار يو كيف شكلهم من جوا كاركتكتشر؟ انه زي هيك.
تمام؟ انه هاي كونكشن واضح جدا انه الجي ار يو ابسط شويه وككمبيوتيشنال كومبلكسيتي انه اقل شويه. طبعا البرفورمانس تبعهم كومبارابل، في بعض الاشياء انه بتكون جي ار يو افضل، في بعض الاشياء الثانيه ال اس تي ام افضل. عليكم السلام. بس سواء هو يفترض انه يكون في عندكم يعني انه تتحاولي انه تحصلي على بيانات منهم. يعني على سبيل المثال في شركة من الشركات انه في عندها conversation على الماسنجر، عندها على المتجر على الفيسبوك، فبالتالي انه الزبون بيسأل محادثة عادية، صباح الخير صباح النور، في عندكم انه القطعة هذه متوفرة لون كذا، متوفرة لا مش متوفرة زي هيك. فهذه المحادثات بتقدر تعملي لها دمب، يعني انه يعني داونلود، ومن خلالها ممكن انه انت تبني تشات بوت انه يساعدها انه يصير بشكل اوتوماتيك يجاوب على التساؤلات. صحيح صحيح، والمحادثات هذه يفترض انه تكون موجودة عندهم يا اما في الماسنجر تبعكم او في السبورت او كذا، فيفترض انه انت تطلبيها. موقع جديد ممكن انه في داتا سيت للكونفرزيشن. يعني هنا يعني لو دورت عندي هنا، يعني خليني افتح، هنا بتدوري على تشات بوت. الله يعافيك. طبعا بخصوص التشات بوت، طبعا هذه المواقع او الشركات بتوفر يعني خدمات للتشات بوت كاي بي اي، فعندها مودلز انه انا بستخدمها هناك كاي بي اي، منها الاي بي، يعني اشهرها الاي بي ام واتسون، في الويت دوت اي اي والاي بي اي دوت اي اي. فهذه انه ببني للتشات بوت بيكون انه كنظام انه اي بي اي، فبالتالي بتكون الموديل عندهم انه بحدد الانتنس والشغلات هذه كلها. في ممكن انا ابني تشات بوت بس بده يتوفر انا عندي داتا سيت، الداتا سيت هذه من وين ممكن اوفرها؟ في انا عندي من الستاك اكسشينج، انه ممكن اعتبر الاسئله والاجوبه هذه عباره عن كونفرزيشن، تمام؟ وفي اسك اوبونتو، وفي هذا السايت كير. نعم صحيح، هذه كل واحدة دومين مختلف. فمثلا انه انت يعني مطلوب سبورت في التك، فممكن الاسك اوبونتو او الستاك اكسشينج انه تفيد في الموضوع. لكن على سبيل المثال انه تشات بوت انه جاست فور فن، كيف صحيح هي بتحكي انه في حال انه متوفرش انه يعني مون انه هدف، هذه لازم يكون في عندك متوفر داتا سيت، بدون داتا سيت انت مش هتقدر تسوي ولا شيء. لكن انه بدك تسوي اشي جينيريك ممكن انه انت تلجأ لهذه الموفي سبتايتلز. عارفين الموفي سبتايتلز صح؟ النص اللي بيجي شو اسمه، تمام؟ هذا عبارة عن ملف بتم تنزيله امتداده SRT، مزبوط تمام؟ فبالتالي انه كل المحادثة اللي موجودة في الفيلم انه موجودة، فهذه conversation، فبالتالي ممكن يعني استخدمها في التريننج.
تمام؟ هذا بكون انه ممكن جينيريك، يعني انه كبدايه كبروتوتايب، انه ممكن تقنعهم انه هاي كبروتوتايب، انه هاي داتا ست زي هاي، انه من الموفي هاي بنينا تشات بوت، انه هاي برد بالكيفيه هذه. انتم في السايت تبعكم انه انتم جداد لسه، اعملوا اليه انه تجمعوا بيانات بحيث انه خلال 6 شهور يتجمع عندكم بيانات كويسه نقدر نبني فيها تشات بوت. هو الماتلاب انه ممكن بيستخدموه عشان يعملوا اكستراكشن للام اف سي سي فيتشرز، هي فيتشرز يعني او ترانسفورميشن موجوده، انه بدخله الويف بيطلع لي من الويف ارقام فيتشرز ارقام باستخدام ام اف سي سي ترانسفورميشن او ام اف سي سي فلتر، فهذا ممكن يكون هو امبلمنتد على في الماتلاب. لكن إذا أنت بدك تشتغلي على سبيش ممكن تشتغلي على إنجن متكامل أوبن سورس، في عندك سي أم يو سفينكس، نعم هذا شغال نظام ستاتيستيكال سبيش ريكوجنيشن، أو تشتغلي على هذا أوبن سورس والدوكيومنتيشن تبعه انه نوعا ما انه جيده، تمام، بتشوفي ايش المتطلبات تبعته عشان تعمل سبيش ريكوجنيشن، او في عندك الخيار الثاني اللي هو كالدي. كالدي اي سي ار هذا بيشتغل نظام ديب ليرنينج، فهو عباره عن اوبن سورس سبيش ريكوجنيشن سيستم بيستخدم الديب نتورك في المودلز تبعته، تمام. هذا لو انت بدك تشتغلي على السبيش، فبالتالي في السبيش بجيش اقول والله بدي اشتغل تنسور فلو او بدي اشتغل ماتلاب او لا، بدي استخدم انجن متكامل، لانه في السبيش في عندي ثلاث مكونات، في عندي الاكوستيك موديل نموذج السمعي الاصوات، وفي عندي الديكشنري، وفي عندي اللانجويج موديل، هدول الثلاثة بصير لهم كومباينيشن مع بعض، فبدي سيستم متكامل يدمجهم مع بعض. هاجت النيورال نتورك ممكن تكون مستخدمة في يعني في بعض الكومبوننت هدول الثلاثة، يعني ممكن تكون مستخدمة في اللانجويج موديل، وممكن تكون مستخدمة في الاكوستيك موديل. أما الدكشنري هو دكشنري، يعني ما يعني إنه زي هيك. فبالتالي إنه تتوجهي لتولز ماتلاب أو أي مكان تاني، لا الافضل تستخدمي يعني هدول الاثنين من افضل السبيش ريكوجنيشن انجنز اللي انت ممكن تستخدميهم. يعني طيب الاستيام جي ار يو هي عبارة عن يونتس تعمل ميمورايزيشن بطريقة معينة، تمام، هاي التفاصيل تبعتها الواضح تماما انه جي ار يو انه ابسط من الاستيام، وبدنا نشوف نقارن، وهذا اللي حناخده بشكل عملي الان انه احنا بدنا نقارن البرفورمانس بيناتهم. طيب هنا في فيريانس انه ممكن يكون في عندي باي دايركشنال، انه انا بزود الانبوت عشان اطلع الواي، او ممكن يكون العكس انه بدخل الواي عشان اطلع الاكس، هذا باي دايركشنال. وفي عندي فاريانت ثاني انه ديب، انه الطبقات اللي بتكون موجوده بين الاكس والواي انه فعليا هي عباره عن ديب، يعني اكثر من طبقه بهذا الشكل، فبالتالي هنا بيكون في عندي اكثر من اكتيفيشن ستيت موجوده انا عندي في الديب ار ان ان. طيب
نجي لمفهوم الاتنشن. هذا مفهوم الاتنشن كتير مهم، انه انت على ايش بتركز. انه على سبيل المثال انه انا في الصورة هذه واضح انه التركيز وين؟ على الدب. فبالتالي ليش اعتبرناها هذه ارنن؟ لانه الانبوت عبارة عن ايمج والاوتبوت عبارة عن تكست، اللي هو الايمج كابشنينج. لانه احنا فعليا هناخد مثال على الايمج كابشنينج، انه وهذا المثال لو انتم طبقتوه، لو احنا طبقناه على الجوال انه بيكون كتير ممتاز. انه احنا ناخد احنا بريت يعني المودلز اللي صار له تريننج، حنعمل له ديبلوي على السيرفر، وانه انتم تعملوا له تطبيق، انه ادخل ايمج يعملها جنريشن لكابشن. هجيت في الكابشن، هذا بيحتاج سياق، لانه الاوتبوت عباره عن سيكونس اوف تكست. مفهوم الاتنشن انه انا بركز على شيء معين في الصوره. يعني هنا انا عملت هايلايت على الدب، فبالتالي هنا بده يصير برضه بالمقابل هايلايت على النص المقابل هنا، انه هنا ركز على الدب كذلك. لو انا حركت الاتنشن ركزت على الكتاب، فهنا بروح بركز على انه في الديسكريبشن انه reading Persian literature، فبالتالي انه هي بقرا ادب فارسي. تمام، هاي مفهوم الاتنشن. مش عارف يعني، I have no idea، ما عنديش ادنى فكره. هجد حيمر علينا مثال الاتنشن. هو شوف انت هذا الكلام من التريننج. في التريننج انت بيكون في عندك مجموعه من الصور والكابشنز تبعتها، فبالتالي الانبوت عباره عن صوره والاوتبوت عباره عن بالضبط. فبالتالي ممكن انه واحده من الكابشنز انه كانت يعني انه كان في التريننج في انه برجر ليتريتشر، فبالتالي انه هاي الجنريتد تكست. هجيت هذا قديش مقدار انه هو صحيح او لا، هذا موضوع الاكيورسي، هذا موضوع ثاني. بس هنا احنا بنركز على الاتنشن، انه عملية قراءة الكتاب، انه في كتاب وقاعد بقرأ فيه. تمام؟ كيف؟ كيف؟ ماشي، هذه ليبل، كلاس ليبل. في فرق بين الليبل والتكست. الكابشن هنا عبارة عن وصف للصورة. يعني انتوا محتاجين ان انا افتح لكم الكابشن بوت. كيف؟ مش المفروض انه ايش؟ صحيح، بس هاي الشغلة embedded جوا النتورك، مش احنا رمينا حمل الفيتشر اكستراكشن عليها؟ فهي جوا النتورك بتكون موجودة. صحيح لازم يعرف ايش الاوبجكتس الموجودة في الصورة عشان يقدر انه يولد نص، وبالتالي انه لازم يعرف انه في حصان وفي واحد راكب الحصان، انه زي هيك. فالايمج كابشنينج انه خلينا نشوف انه هاي هذه الصورة captionbot.ai. هذا طبعا انه هذا من مايكروسوفت بالمناسبه، باورد ماي مايكروسوفت كوجنيتيف سيرفيسز. فهنا بناخذ صور او ممكن نديله يو ار ال زي هيك. هيرد اوف كاتل، كاتل عارفين ايش يعني؟ مواشي. نعم ماشي. Standing on the top of a grass covered field. هو ال description ماشي صحيح بوصف، بس هل ك structure كtext انه on the top of a grass covered field شغلات ما لهاش لازمة صح؟ انه كستركشر في اللانجوج يعني بالضبط. الجرامر
مش مزبوطة كتير يعني. إنه هذه إشكالية لأنه أصلاً عندك الكابشن قصير، فبالتالي إنه في الجرامر ممكن إنه هو إنه لما يتعلم إنه يكون إيش ضعيف، فبالتالي ممكن نجرب حاجة تانية. ممكن نجرب إنه نبحث في جوجل على صورة، صورة إيش؟ شو؟ توك توك؟ كيف بدك تبين لي توك توك؟ توك توك اي بي كي، في حاجة اسمها توك توك اي بي كي؟ عارفين ايش يعني كوميكس؟ كوميكس يعني كوميدي. احنا بدنا صورة يعني ماشي هاي بالعربي واتب. توك بدون ايش؟ التوك توك بدون واو؟ مستحيل. بالعربي باليو؟ طيب هذا كويس؟ هاي الايمج هاي ناخدها بنروح للكابشن بوت. تعرف عليها انه هي كار، اه باركد ان ا باركينج لوت، يعني في باركينج. نعم المكان المخصص في الباركينج يعني. لا هنا هنا موجود زي الموتور سايكل صغير. تمام فبالتالي الانبوت عبارة عن صورة والاوتبوت عبارة عن تكست ديسكريبشن كابشن. تمام طيب حكيت انا لو ركزت على اتنشن معين في هذه الصورة فبالتالي انه ممكن انه لا يغير الكابشن تبعه. لا انا بدي اجيب شخص متكامل، اي شخص كامل يعني انه في هذه كويسة. كوريا الشمالية والجنوبية. وين الكابشن بوت؟ هذا. A man standing in the front of building. لا ما وصفش. فلقيت الاتنشن لو انا ركزت عليه هنا فبالتالي انه ممكن يقول two persons shaking hands. يفترض زي هيك لو كان في اتنشن يعني انه زي هيك. حاجات هو فعليا بيستخدم الاتنشن في الجنريشن. كيف؟ انه كل مرة بعمل اتنشن على منطقة معينة وبشوف ايش بيطلع معاه في التكست. وبعمل جينيريشن للتكست هذا. حنشوف هذا مثال. لا ممكن يعني لانه هنا تعال شوف انه هاي ايش وصف لك اياها.
أيوة قاعد بحلل بقول لك I think it's a sandwich cut in half. يعني عرف لك إنه هي ساندويتش بس مقسومة ومقسومة من النص شغلتين يعني. نعم قصدك إنه على الفيربس؟ لا مش شرط مش شرط حسب حسب هي هذه تريننج ديتا هذه حسب الوصف اللي موجود انت عندك في التريننج ديتا انه قديش مدى توفرها عندك تمام. وبما انه احنا وصلنا للساندويتش خلينا ناخذ بريك عشان ناخذ اول يعني اول كود في التنسر فلو على الار ان ال حناخده على الموفي كلاسيفيكيشن. طيب خلينا نستأنف مع بعض. بدك تفتح الدوكيومنتيشن طبيعة الحال عند وين؟ عندك هنا github/tensorflow/docs وبعديها site english tutorials text. نفتح هذا المثال text classification r n n. هذه architecture مختلفة إنه الهدف منها إنه إحنا نعمل maintain للكونتكست. نعم السياق السياق يعني على سبيل المثال إنه لو أنت بتحكي إنه I am thirsty I want a glass of يفترض انه البريدكشن انه يكون للنيكست وورد انه ووتر حسب السياق صحيح بس ممكن انه احنا ندخل فيه الايمج كابشنينج فبالتالي الانبوت بيكون عباره عن ايمج والاوتبوت بيكون عباره عن كابشن تكست بالضبط الانبوت ايمج والاوتبوت تكست ممكن يكون انه بمساعده السي ان ان خلينا أتأكد من مثال اللي هو هذا الإيمج كابشنينج لأنه لا هذا استخدم بريتريند موديل فبالتالي إنه تخلص يعني هنا إنه استخدم الإنسيبشن فيرجن 2 فيرجن 3 عفوا فبالتالي إنه خلاص يعني إنه بدل ما أنت تعمل convolution layers في الأول خلاص استخدم pre-trained model بيطلع لك features للصورة فبالتالي بتدخل الانبوت كإيمج على pre-trained model تمام والoutput بيكون عبارة عن text بالضبط تمام. طيب بدنا نفتح هذا text classification RNN نفتحه على الكولاب تكست بعديها تكست كلاسيفيكيشن RNN طبعا كالعادة باخذ منه نسخة بروح على الران تايم وهنا بختار جي بي يو بس شيل التشيك هذا
و بدي اتاكد انه ما كانش في عندي شغله ثانيه شغاله، لانه انا اصلا كنت ما فيش ولا سيشن على السي بي يو، ما فيش ولا سيشن. لا هاي ترمينت. تمام. طيب خليني اعمل run all عشان بياخذ وقت هو وبنبدا الشرح. طيب طبعا بطبيعه الحال هذا الامبورت بدنا نتاكد انه تنسر فلو تو سيلكتد طيب احنا بدنا نشتغل على الاي ام دي بي لارج موفي داتا سيت باينري كلاسيفيكيشن اللي هو بوزيتيف ونيجاتيف. طبعا هي بريلوتد انه هاي انه اي ام دي بي اندرسكور ريفيوز سلاش سب ووردز 8 كي، فبالتالي اختار التوب يعني حط ليميت للفوكابلري ل 8000. تمام. وهنا انه هاي الترين داتا سيت تيست هذه از تابل انه هنا ترين كي داتا سيت وحط الكي ترين، وهنا داتا سيت حط الكي تيست. تمام. هيو عماله بنزل او بحمل في بنزل في الداتا سيت. طبعا بطبيعه الحال انا بحتاج للتوكنايزر، توكنايزر الهدف منه تقطيع الكلمات، فبالتالي انه هو جاي بريلودد. فهنا حنشوف قديش حجم الفوكابلري، وهنا بده يحاول يعمل انكود للتكست هذا انه هاي سامبل سترينج انه تنسر فلو از كول. تمام. بغض النظر انتو بتتفقوا مع هاي الجملة او لا. تمام. بده يعمل توكنايزيشن لهذا السترينج انه هاي السامبل، هاي عمله مرة رولا التوكنايزر انكود فصار مخزن هنا، فطبعه كتوكنايزد، وهنا عمل له رجع عمل له ديكود مره ثانيه، وبده يتاكد انه الاوريجينال سترينج بيساوي السامبل سترينج بعد ما انه هنا عملها انكود ديكود، فبده يتاكد انه نفس الاشي. فبالتالي هذا بيتاكد انه الديكودر والانكودر تبعه او التوكنايزر شغال بشكل سليم. فقديش عندي حجم الفوكابلر؟ انا عندي 8000 زي ما هو حدد هنا، لانه هذه هنا زي ما حددنا انه هذه عمل ليميت للفوكابلر انه 8000. اي حاجه اوت اوف فوكابلري او او في اوت اوف فوكابلري حتكون انون، بحطها انون. تمام. طيب هاي السترينج بعد ما عمله ديكود، احنا حكينا على الكلام هذا سابقا اول ما اخذنا التكست كلاسيفيكيشن باستخدام النيورال نتوركس، انه حكينا انه كل كلمه بده يعطيها اندكس، فهي الكلمات انه هي التوكنايزد سترينج انه تنسر فلو از كول. تمام. فهي التوكنايزيشن تبعها والانكودينج تبعها، وهي الديكود استرجعوا، وهنا تاكدنا انه بيساووا بعض. طيب التوكنايزر فعليا ايش بيسوي؟ بروح بقطع لي الكلمه ل سب ووردز. فبالتالي هنا لو رحنا
لفينا على كل توكن موجود في التوكنايزد سترينج ورحنا طبعناه، فبالتالي انه هذه تن سور فلو وهنا او دبليو از كول وهنا النقطه لحال، فبالتالي كل واحده لها انه اندكس بهذا الشكل. تمام. هنا البفر سايز والباتش سايز. نعم، في انه ممكن يقطع الكلمات على شكل سبيسز بالضبط، هذا الكلام انه بكون محدد في التوكنايزر. لسه انا حورجيكم انه احنا كيف انه مقاطع، انه هذا حسب التوكنايزر، انه هذا انه التوكنايزر هذا احنا من وين جبناه. صحيح، احنا جبنا التوكنايزر وينه، هايو التوكنايزر بتساوي انفو فيتشر التكست، جبنا الانكودر منه. فهنا في الدوكيومنتيشن تبعت التنسور فلو في عندي امكانيه ان انا اعرف التوكنايزر الخاص فيها، وهذا فعليا احنا حنحتاجه لما احمل داتا خارجيه، وهذا حضطر انه انت تستخدمه، لانه انا ممكن اديكم اساينمنت في انه انتم تعملوا سنتمنت اناليسيس للعربي مثلا، فبالتالي بدك تضطر تعمل التوكنايزر الخاص فيك، فحاطي لك الرابط هنا. انا اعرف تكست انكودر انا عندي بهذا الشكل، انه انا اعمل له امبلمنتيشن بنفسي. هنشوفها في وقتها، بس خلينا هنا نركز. فبالتالي هنا في عندي تقطيع بطريقة معينة على شكل مقاطع بهذا الشكل. طيب نيجي الان للموديل تبعي. الموديل تبعي اول حاجة ايش عملنا؟ embedding، والembedding مر علينا سابقا صح؟ فاكرينه ولا يعني نص نص؟ ايش بيسوي الembedding؟ الword embedding شو بيعمل؟ بالضبط، في dimension او في space واحد انا عندي في الoutput، فبالتالي هنا ايش اديته؟ الinput عبارة عن الفوكابلري سايز اللي هو 8000، والاوتبوت راح يطلع لي 64. الطبقة اللي وراها ايش هي؟ عبارة عن لاير على STM، شو نوعه؟ باي دايركشنال، قديش السايز تبعه؟ 64، بيستقبل من هذا 64. صحيح، بس هنا في الريكرنت نيورال نتورك ما بيلزمش هاي الشغله، فبالتالي ممكن تستخدم مباشره بعد الامبيدنج تستخدم الاس تي ام بشكل مباشر. وبعد هيك ايش في عندي؟ دنس تمام 64، وبعد هيك انا عندي دنس واحد لانه باينري كلاسيفيكيشن. تمام، الموديل اللوس تبعه باينري كروس انتروبي، والاوتومايزر ادم، والمتريكس اكيوريسي. وهنا بنعمل تريننج ل 10 ايبوكس، ودينا له تريننج داتا سيت، وحيعمل فاليديشن على التست سيت. فبالتالي زي ما انتم شايفين انه التريننج الايبوك الواحده قديش بتاخذ؟ 180 ثانية، يعني حوالي 3 دقائق للإيبوك الواحدة. فبالتالي هو فعليا بيستخدم يعني أو بياخد وقت طويل في الترينينج
بسبب التعقيدات اللي احنا شفناها والكونكشن والريكرنسي. وجوه اليونت نفسها الريكرنت يونت نفسها شفنا قديش فينا عندي نودز جوه وفيها ويتس. تمام. بعد هيك بيطبع الاكيوريسي قديش طلعت معاه. وبعد هيك بيحاول انه يعمل ستاك لمور الاستيام ليرز. لسه في شغلة احنا ما عملناهاش، احنا كنا نعملها سابقا انه عشان نخلي الانبوت كله نفس الطول كنا نعمل بادينج، صح؟ هذا البادينج هو ما عملوش. تمام. فبيحاول انه هو يعمل بادينج هنا يخلي الفيكتور كلها نفس الطول. وهنا بحاول يعمل بريدكشن للسامبل انه بدون البادينج انه this movie was cool the animation and the graphics الى اخره. وهنا استخدم بادينج بتساوي فولز وهنا بادينج بتساوي ترو. قاعد حنشوف الفرق بيناتهم بعد هيك. يعني انا لسه بدي لسه مطول في التريننج، احنا لسه في الايبوك الثالثه. تمام. فبعد ما فعليا عمل ترين الموديل بيحاول انه هو يعمل بريدكشن باستخدام الباد او بدون باد، وبعديها انه بيحاول اسلوب تاني انه يضيف اكتر من الاستيام لير. فبالتالي هنا صار في عندي هاي الطبقة الاولى. تمام. وهي الطبقة الثانية للاستيام. فبالتالي صار في عندي طبقتين وبدنا نشوف الاكيوريسي فيهم ونعمل بريدكشن باستخدام البادينج او بدون استخدام البادينج. تمام. فهذه ممكن نتركها انه هي تشتغل لغاية لما يخلص ونشوف النتائج بعد هيك انه احنا نرجع لها. انا سيدي يفترض انه انا شغلت هذه قبل البريك، كان انه هلقيت انه هي مخلصة. هلقيت هو بقترح انه بدل الالاستيام اللي في الموديل انا عندي هنا انه نستخدم جياريو ونشوف كيف النتيجة انه احنا نقارن بين هاي وبين هاي. انه هنا هذه على استيام وهذه جياريو، من ناحية الانبوت والاوتبوت نفس الشيء، لكن من جوا هو الاختلاف انه هو كيف بيضاي. يعني بيصير في عنده تذكر او بيخلي هاي اليونت انه يخليها كميموري يونت. هنا بتختلف عن هذه. هذه الكمبيوتيشنال كومبلكسيتي تبعتها اكثر من هاي بكثير. هذه الكمبيوتيشنال كومبلكسيتي اقل. كيف؟ صحيح بالضبط. الجي ار يو ممكن انه احنا نستخدمها في يعني مشاكل ابسط من هيك، وبيضلوا انه البرفورمانس او يعني انه مقارنة البرفورمانس انه اجرب بين هاي وبين هاي وانه اشوف النتائج هو اللي بيفصل في هذا الموضوع. طيب قبل ما يخلص هذا احنا ممكن ناخذ مثال ثاني هنا. ناخذ مثال الايمج كابشننج. يعني هذا ممكن تتركه انه شغال عندك زي هيك، راح نرجع له بعد ما يخلص النتائج ونيجي نستعرض مثال ثاني اللي هو الايمج كابشننج. خليني اشوف الوورد امبيدنج.
ما شاء الله. كيف؟ ليه؟ يعني انت عندك هنا، انا عندي في المعدل بياخذ 180 سكن، قديش موجود انت ايش محدد هنا؟ جي بي يو مش تي بي يو يعني؟ طيب ممكن يعني للتأكيد على الوورد امبيدنج بشكل أكتر إنه إحنا ناخذ هذا بشكل سريع وبعديها بنروح على الايمج كابشنينج، لانه هنا مشروح بشكل فيجوال اكثر، فممكن نشغله هنا على الكولاب. يعني ارجع لي هنا على الاكزامبلز، وانت في عندك هنا الوورد امبيدنجز، بصير في ترسيخ للوورد امبيدنج بشكل اكثر. طيب حقيت هنا في عنا معضلة في الريبريزنتيشن تبع التكست. انا عندي في الماشين ليرنينج الجوريثمز، فبالتالي انه احنا حكينا انه الماشين بتحب انه تتعامل مع ارقام، فبالتالي هنا رح نحكي على عدة طرق للتعامل مع التكست. فبالتالي ممكن يكون في عندي شغلة زي هيك، يعني انه يكون في عندي طريقة الـ One Hot Encoding في التعامل معها، بس الإشكالية تبعتها إنه راح يكون في عندي Dimension كتير عالية. فبالتالي على سبيل المثال إنه أنا عندي هاي DAG CAT SAT زي هيك، فبالتالي إنه هنا بيكون زيروز وعند الـ DA بتصير واحد، وهنا نفس الاشي. فبالتالي انه ملاحظين انه هذه عبارة عن سبارس، وانا قبل هيك شرحت لكم اياها انه بيكون شكلها زي هيك. انه بيكون في عندي ماتريكس بهذا الشكل، عادة أنا بكون في عندي هنا ال دي زيرو دي واحد دي اثنين، هذه الدوكيومنتس أو التكست أو يعني التويتس أو سنتنسز حسب اليونتس اللي أنا بتعامل معاها. وهنا أنا عندي وورد زيرو، وورد واحد، وورد اثنين إلى آخره. فبالتالي هنا دي أن
أنا عندي أن من الدوكيومنتس وأم من الوردز، فبالتالي بتكون بهذا الشكل. فأنا عندي أول representation إنه one hot encoding أو بيكون binary، فبالتالي إنه في الدوكيمنت هذا إنه الكلمة هذه موجودة، هذه مش موجودة، هذه واحد طبعاً طبيعة الحال، هذه مش موجودة، هذه موجودة، هذه مش موجودة، وهكذا وهكذا بالنسبة لبقية الدوكيمنت بهذا الشكل. وفي خيار تاني إنه بدل ما إنه أستخدم الزيرو والواحد بستخدم حاجة اسمها TF اللي هو Term Frequency، فبالتالي هنا بصير إنه هذه مذكورة ثلاث مرات، هذه زيرو من المرات، هذه مرتين بالضبط. بس هذا بسبب عندي إشكالية إنه راح يصير في عندك ويت لكلمات ملهاش علاقة، يعني موجودة في بتلاقيها في كل الدوكيومنتس. زي ايش مثلا؟ ذا حط لك اند، كل هاي الشغلات هذه بنسميها ستوب ووردز، ستوب ووردز. فبالتالي انه هي ممكن انه هي تنشال، بس ممكن تلاقي انه دوكيومنت او فيرب هو مش من ضمن الستوب ووردز، بس مستخدم يعني في كل مقالات الأخبار بتلاقي إنه قال فلان وذكر مش عارف أبصر إيش، فبتلاقي إنه قال وذكر إنه موجودة في كل الدوكيمنت سبعت الأخبار، فبالتالي إنه تكرار تبعها كتير. بس في نفس الوقت هل بتدل شو محتوى الموضوع؟ لا. فبالتالي في عندي أسلوب تاني إنه أنا بستخدم فيه اللي هو الترم فريكوانسي إنفرس دوكيمنت فريكوانسي TF IDF. تمام؟ كيف؟ TF اللي هو تكرار المصطلح أو الكلمة في الدوكيمنت. Term Frequency بقسم تكرار المصطلح أو الكلمة في الدوكيمنت على معكوس الدوكيمنت Frequency، Inverse Document Frequency بالضبط. يعني على سبيل المثال انه ايش الفرق بين الترم فريكوانسي والدوكيمنت فريكوانسي؟ الترم فريكوانسي قديش هذا الترم انه اللي هو الفريكوانسي تبع الترم في دوكيمنت معين. يبقى هنا الترم فريكوانسي انه فريكوانسي اوف ا ترم ان ا دوكيمنت. Document frequency هو عبارة عن the frequency of documents that has a given term. لا، يعني على سبيل المثال كلمة the في D0 إنه TF تبعها بتساوي ثلاثة، مذكورة ثلاث كلمات ثلاث مرات. هاي كلمة ذا قادة تياف. تمام؟ فإنه هاي الدوكيمنت تبعي هاي دي زيرو بتحكي ذا كات ران أوفر ذا ماوس of the house. هاي ثلاثة صح؟ فبالتالي ترم الفريكوانسي تبعها ثلاثة. طيب نيجي كمان نفس المصطلح ذا من نجيب الدوكيمنت فريكوانسي. شو معنى هذا الكلام؟ انه كلمة ذا مذكورة في أي في كم دوكيمنت أنا عندي. لنفترض أنه أنا عندي الداتا سيت
مكونة من 100 دوكيومنت تمام، والدي اف هنا الدوكيومنت فريكوانسي انه هي مذكورة في 70 دوكيومنت، 70 من 100 تمام. حسب اليونت ممكن تكون جمل، ممكن تكون تويتس، ممكن تكون ريفيوز تبعت موفي انه ريفيو كامل يعني زي هيك. فبالتالي انه تكست دوكيومنت تبعي انه بغض النظر شو طبيعته. فبالتالي الانفج دوكيومنت فريكوانسي 70 على 100 وهنا 3 لا بتعدل انا عندي الويت، بدل ما انا يكون انا عندي 3 بس بيصير انه انا عندي ترم فريكوانسي انفرس بتساوي 3 ضرب 100 على 70 70 على 100 دوكيومنت فريكوانسي 70 على 100 هذا حيكون تقسيم كمان هيك بيكون صح أفضل. لأنه هنا هاي تي اف اي دي اف الفريكوانسي ترم في الدوكيومنت على مجموعة الدوكيومنت اللي بتحتوي او يعني بينتمي فيه هذا الترم. فبالتالي هنا بيصير على 70 تقسيم 70 بهذا الشكل. فبالتالي هنا بدل ما انا استخدم 3 لا الويت تبعها قل تقسمت على 70 لانه موجوده في كثير من الدوكيومنت زي هيك. تخيل انه موجوده في 10 دوكيومنتس بس فبتصير انه 3 على 10 3 على 10 لها ويت اعلى من 3 على 70 تمام. لا انه ترم فريكوانسي على الدوكيومنت فريكوانسي لانه هاي المعادله هنا كيف TF IDF هذا انفرس دوكيومنت فريكوانسي بدي اشوف المعادله انا بس هناك ارقام مضروبين في بعض. طب نشوف الـ IDF هيو الـ IDF هو عبارة عن 100 على 70 زي ما قلنا تمام. فبالتالي انه هيك المعادلة كانت زي اول صح. فبالتالي انه ضرب 100 تقسيم 70 طبعا اللوك يعني على سبيل المثال لما تكون كلمة تيرابل
هذا يعني انه ايش ال ايش ال يعني انه حطت لي سامبل ايش بحكي بعمل بريدكشن للسامبل ايش بيقول انه this movie was cool. هجيت هذه cool لما تكون موجودة مثلا في نص الدوكيمنت انه بقدر اقول انه موجودة في كلاس بس مش موجودة في كلاس تاني. يعني كلمة cool بقدر انه اقول انه موجودة في معظم البوزيتيف بس مش موجودة في معظم النيجاتيف. بقدر احددها بالترم فريكوانسي والانفرس دوكيمنت فريكوانسي. لكن كلمة the موجودة في التنين. فبالتالي اهميتها بتقل انه بقدرش من خلالها احدد الكلاس زي هيك. تمام. فهذا الوان هوت انكودينج ايش المشكلة تبعته انه الهاي دايمينشناليتي. تمام. فبالتالي الحل انه احنا من نتجه للوورد امبيدينج. الوورد امبيدينج بالتالي بده يصير انه انا عندي مابينج للكلمات لاربعة دايمينشن بهذا الشكل. فبالتالي احنا زي ما شفنا الانبوت ممكن يكون 10,000 او 8,000 والاوتبوت 10 زي ما شفنا في الامبيدينج. هنا عمال شغال التريننج تبعه قديش 64. فبالتالي حيصير مابينج من 8000 ل 64. وهنا في المثال هذا اللي فيه الرسمه هنا انه من الكلمات هذه انه بدها تصير مابينج لاربعه زي هيك. هجت الاربعه دايمنشن كل كلمه بيكون في لها ويت معين لهذه الكلمه بيحدد انه قديش انه هي تنتمي لهذا الدايمنشن او لا. تمام. فبالتالي انه هذا بتنتمي بنسبة 1.2 هذا بالماينس 1.01 او 0.1 وهنا 4.3 وهنا 3.2 وهكذا. كيف؟ لا كل كلمة بالنسبة للدايمنشن اللي انت تعمل مابينج عليه. احنا بنعمل هنا مابينج لاربعة دايمنشن فبالتالي كل كلمة حيكون فيها اربعة ويتس. تمام؟ هنا في المثال تبعنا 64 والانبوت قديش 8000 من 8000 كل 8000 كلمه. هذه كل كلمه منهم في لها فيكتور 64 دايمنشن. نعم بالضبط. الاستخدام تبعه هيو من 1000 ل 32 امبيدنج لاير بهذا الشكل. طبعا هنا كيف نبني من السكراتش هذا البادنج والانكودنج والديكودنج بالضبط احنا اخذنا. تمام. فبالتالي هنا امبيدنج وراء افريج بولينج بستخدم مع دنس نتورك انه هذا المثال مر علينا سابقا. طيب حكيت في شغله مهمه انه هنا عشان نفهمها تساعدنا في الفهم انه الامبيدنج الفيجوالايزنج للامبيدنج انه ممكن اعمل باستخدام الامبيدنج بروجيكتور انه انا اقدر اشوف ايش العلاقه بين الكلمات. فهي موجود هنا للفيجواليزيشن هذا يعني على سبيل المثال. بعمل لي ماب من الكلمات وبقدر اشوف كل كلمة يعني الكلمات اللي لها علاقة مع بعض بتكون انه فبالتالي هنا beautiful. تمام. ايش بيجي حوالينها؟ بيجي حوالينها sweet cool كل المرادفات تبعتها زي هيك.
بالإضافة للإنفليكشنز كمان. عارفين الإنفليكشنز؟ beautiful, beauty, تصريفات الكلمة، مشتقات الكلمة زي هيك. تمام؟ هذا بياخد وقت هيوصل النص. في أنا ورجيتكم قبل هيك على البلاي جراوند تبع تنسور فلو، هيو اسمه playground.tensorflow.org. فعليا انه انا بستخدمه للتجريب، انه من خلاله بقدر انه احدد انه كم feature input feature انا موجود عندي. كل input feature بحدد طبيعة البيانات، انه distribution تبعتها كيف، زي كيف يعني مثلا انه هذا هي الانبوت تبعه زي هيك، هي اكس 2 انه هي زي هيك، هي اكس 3 بحدد انه والله انه جاوشيان. بالضبط، وهي النتورك انه انا ممكن ازود عدد نيورونز في النتورك، وممكن ازود اللايرز. لا بديش ازود لايرز كتير، هاي لاير واحد وازود النيورونز فيها بهذا الشكل. طبعا هذه الخطوط انه درجة اللون بتمثل قديش الويت. تمام، هنا ممكن اجرب انه هذه البروبلم عبارة عن كلاسيفيكيشن او ريجريشن، وهنا بحدد الاكتيفيشن فانكشن زي هيك، وممكن ابدا تريننج فبرسم لي. طبعا هذه لسينتاكتيك داتا سيت، انه بيتم توليدها زي ما حكينا، انه حسب ما انا بحدد الاكسات هذه ايش التوزيع تبعها، جاوشين ولا يونيفورم ولا ايش بالضبط. فبالتالي انه خلينا نبدا من اول وجديد. لاحظوا معايا طلعوا على البروجيكتور، فبالتالي هي حيبدا تريننج، للتريننج لوس او الايرور حيبدا يقل 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 لغايه لما انه هو يستقر بهذا الشكل. بعد ما استقر في فتره معينه خلاص ببطل في عندي اوبتمايزيشن. هذه الاكتيفيشن تان اتش، ممكن اجرب اكتيفيشن ثانيه ريلو مثلا واشوف كيف البرفورمانس، انه هي كيف اللوس بيصل بعد كم ايبوك زي هيك. وهي الريجولايزيشن، انه مقدار الريجولايزيشن اللي احنا كنا نستخدمه في الدروب، في الدروب اوت والال واحد والال اثنين. فبالتالي انه هذا مجرد انه لا يعني للتعليم، لاستكشاف للنيورال نتورك، انه انت تجرب فيها كونفيجريشن مختلفه. هم حاكين هنا انه انت جرب النتورك اللي انت بتخطر على بالك، واحنا يعني تقلقش، بقول لك انه مش حتقدر تعمل بريك للويب سايت تبعنا، يعني احنا بنوعدك انه احنا مش حيصير بريك للويب سايت تبعك، حتى لو انت زدت انبوت قد ما بدك هنا وزودت لايرز. تمام، فبالتالي لا بتستفيد منه انه مثلا على داتا ست معينه انه ايش اثر الاكتيفيشن فانكشن هاي. تمام، انه تشوفوا كيف الاداء في الكلاسيفيكيشن او كيف لما يكون انه في الريجريشن، بس انه تعليمي اكثر ما انه هو انا بستخدمه فعليا في البرودكشن زي هيك. طيب نرجع هنا، فهاي انه هي مثلا انا عندي 3D، ممكن نعمل سيرش على كلمه معينه مثلا كول. شايف ايش جاب لي؟ جاب لي كول كولينج كولت، انه شايف وين البلوت تبعهم في الدايمنشن، هيو عماله بيظهر هنا وهنا وهنا. فهذه في الماب انه شكلها زي هيك يعني. نعم،
طبعا الكولينج لها علاقه بالكلايمت ولها علاقه بالبريشر طبعا يعني كعوامل طقس ولها علاقه بالوارم اللي هي الوارمينج يعني الانبعاث الحراري والفلو تبع الريح ويعني هاي الاشياء انه والتمبريتشر هاي شايفينها فوق. فهي الشغلات انه هي كلها ريليتد مع بعض زي ما انتم شايفين انه هذه تعتبروها زي الهيت ماب. وبعرض لي الشغلات اللي لها علاقه مع بعض انه لها يعني اضاءه اعلى او انتنسيتي اعلى في الفيجواليزيشن. تمام. ففعليا الوورد امبيدنج في عنده القدره انه هو يقدر يربط انه الكلمات هذه والله وين ما بتلاقي في ارتكل محكي في الكولينج بحكي عن الوارمينج او بحكي عن التمبريتشر او بحكي وين ما بتلاقي انا عندي في الموفي ريفيوز بحكي تيرابل حتلاقي مثلا انه شغله نيجاتيف زي مثلا انه بورينج او شغله زي هيك يعني. فبالتالي انه هذول الشغلات بربطها مع بعض عنده القدره انه هو يسوي الشغل. كيف هذا الداتا سيت محدده انت ممكن تعمل تريننج بالضبط على الداتا سيت اللي انت خاصه فيك. هنا انت بتزود النيبرز فبالتالي بيطلع لك اشياء اكثر او ديتيلز اكثر لاي نقطه انت بدك اياها. هذه الريفينوز لو عملت زي هيك بصير هايلايت لكل يعني ريفينوز ايش جاب شايفين انتوا قدامكم بيرسنت بيرشس جرانت ريفيوجيز تاكسيشن بينيفيت ريدكشن كوست برايس كل هاي الاشياء ريليتد للريفينوز لها علاقه مع بعض. تمام. يعني فعليا الوورد امبيدنج كتير باورفول انه تعمل لي ريدكشن للدايمنشناليتي. هاي الفايده تبعتها بناكد على الفايده تبعتها كمان مره انه في لها فايدتين dimensionality reduction وربط الكلمات اللي لها علاقة مع بعض في dimension واحد. نعم. صحيح. عشان هيك انه انت وين ما بتلاقي عندك انه انت بتتعامل مع التكست بتلاقي اول حاجة طبقة الوورد امبيدنج لانه فعليا انه انت بتتخلص من جزئية انه انت تعمل انبوت لرو داتا. لا بتصير انه انت بتعمل فيدنج للداتا انه الدايمنشن تبعتها ريديوست ونفس الوقت انه ريليتد لبعض. طيب نرجع ل الموفي كلاسيفيكيشن. في حدا نخلص؟ طيب قديش الاكيرسي؟ 60. أيوة اول واحدة اوكي هاي اول واحدة 60. هذه اللوس عفوا هذه 82. طيب طيب نيجي نشوف هذا بوزيتيف ولا نيجاتيف. بوزيتيف ولا نيجاتيف هذا ريفيو؟ بوزيتيف. قديش طلع؟ 49. طب بس هذا بدون بادينج. طب مع البادينج صار 67. تمام. الاول قديش؟ اقل من نص. 77. 78. يفترض هذا البريدكشن انه كل ما كان قريب من الصفر بيكون نيجاتيف وهذا كل ما كان قريب من الواحد بيكون بوزيتيف. بغض النظر انه انا يعني انا في النتيجه اللي طالعه معايا انه هذه حيعمل له يعني
مس كلاسيفيكيشن، فحيعمل له كلاسيفيكيشن از نيجاتيف وهو بوزيتيف. انتوا اذا كان عندكم ان الاثنين فوق النص اوكي حيعمل كلاسيفيكيشن اثنين بوزيتيف، بس واحده حيكون كونفيدنت اكثر من الثانيه اللي هي باستخدام البادنج. نعم واحد وعشرين وثمانتعش. مين الأعلى البادنج؟ الباد قديش؟ إيش؟ باد ترو أقل. ويفترض مع بادنج بيكون افضل يعني. بس هون في عندنا لا بدون بادنج افضل، هون بدون بادنج 77 مع بادنج 66. انا بالبادنج قديش؟ مع البادنج 77. وانتم عندكم هنا قديش؟ 79 84. مع بادنج 84. صحيح، بس لانه الانيشال ويت مختلف، بس كلنا حوالين ال 82 في الاكيرسي. لا لا في الاكيرسي بس في البريدكشن هو حكي هذا الكلام انه البريدكشن انه اكبر من او تساوي 0.5 بوزيتيف ايلس نيجاتيف، هذا الكلام انا حكيت لكم اياه. ف واضح جدا انه في الغالب مع البادنج انه افضل، انه كونفيدنت اكثر. طب بنجرب هنا اكثر من امبيدنج لاير، لسه واصل في الايبوك الثالثه. اوكي مش. مع بادنج اقل طب هذا ممكن نرجع له بعد شويه بعد ما نشوف التو لايرز. ونروح على الايمج كابشنينج. نعم نعم. ما هو مش احنا ماخدين السيكونس، مش احنا ماخدين السياق، فبالتالي النوت كول بيعتبرها انه هي نيجيشن نفي للكول، فبالتالي بتصير نيجاتيف. انه انا اطلع على الكلمات بدون سياق هذا كان اسلوب قديم، لكن الاسلوب هذا بالار ان ان بياخذ السياق بعين الاعتبار، واذا كان في نيجيشن انه بيكون يعني بياخذه بعين الاعتبار. نعم في الكلاسيفيكيشن ار ان ان افضل، يعني في التكست اي حاجه فيها سياق الار ان ان افضل. طيب خلينا نشوف الايمج كابشنينج. ماشي اوكي، يعني انا معك، بس انا بدي اضطر ان انا اعمل ستوب ونصير نجرب في الشغلات هذه. اوكي يعني ممكن نضحي باربع اي بوكس اي ستوب. انت بتكملي عندك. طيب هاجيت هنا نرجع وناخد اي من نعتبر انه بالبادنج وناخد هذا الكلام زي هيك. حقيقة أنا بدي أضيف نيجيشن لكل حاجة. لاحظ معي بقول this movie was not cool. The animation and the graphics were bad. أو إنه not nice. I wouldn't. ما
recommend this movie. هيك احنا عكسنا صح؟ فهنا انه بوينت ستة بوزيتيف، مع انه هو very negative. طب شوف انا ايش بدي اسوي. بس كلمة واحدة. نعم. ايش السبب في ذلك؟ انه حسب التريننج ديتا، انه انت عادة نادر ما انه انت تستخدم النيجيشن في وصف حاجة سيئة. يعني بجيش اقول انه هذا الفيلم مش جيد، هذا الفيلم الانيميشن فيه مش نايس، مش جميلة. فبالتالي عادة انه نادر ما بستخدم النيجيشن في الموضوع هذا. فبالتالي انه بس مجرد انه كلمة واحدة رجحت يعني انه ادت انه افكت لهذه اكتر انه صار زي هيك، مع انه انت عندك هي كول نايس ريكومند. كيف؟ لا 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 مش هيك مش هيك. كيف؟ صحيح، بس قديش مر إشي زي هيك في التريننج ديتا؟ بالضبط هاي اللي بحكي لك إياه. أنت بشكل طبيعي لما بتعبر عن شغلة سيئة بتقول إنه هذه مش جميلة، هذه مش جيدة. لا، أنت بتستخدم يعني أعلى درجات النيجاتيف، بتصير تقول إنه هذه سيئة للغاية. تمام، بصريح العبارة يعني ما بتستخدمش إشي تقول إنه هذا مش جيد. مش جيد يعني سيء قصدك، يعني أنت مش قادر تقولها زي هيك. فبالتالي نادر ما انت يعني انه انت تلاقي في التريننج ديتا حاجات زي هيك. فعشان هيك هذا ادى انه البريدكشن كان تبعه 0.6 او 67، لكن لما حطينا بس كلمه باد رجحت انه انه هو صار باد. كيف؟ نعم. حتى لو كان النص فيه مشكلة. صحيح، الإيموجيز لها دور كبير في الموضوع. هنا كان في سؤال إنه الأرانب بتقدر إيش؟ نعم، لانه انا عندي هذا عباره عن كاركتر، والايموجيز حتكون عباره عن سيمبل رمز زي باقي الاحرف. نعم، انه بتاع يعني انه هذا الرمز بيجي مع البوزيتيف دائما، وهذا الرمز بيجي مع النيجاتيف. هجيت هذا بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ أول بوزيتيف آخر نيجاتيف. الكلام مش صح، متناقض. طيب شوفي هذا، يعني ميشن ب
إشي واقع ولا مش واقع؟ عشان هيك هذه التاسك فيري تشالنجينج، يعني انه يعني الموفي ريفيوز او سنتمنت اناليسس شيء تشالنجينج خالص، لانه احنا نفسنا اوكي. انت بتتعامل زي يعني انه بتتعامل معاه زي الطفل الصغير بالضبط. انت بتحب بابا ولا ماما ولا ماما ولا بابا؟ احنا حكينا انه the animation was bad but the story is كيف؟ يعني زادت شوية مش كتير يعني. آه. هو شو أنت يعني هو الصياغة أنت بتخبر فاكت، أنت قاعد بتقول إنه الأنيميشن في الفيلم سيئة، ممكن انه سيئة او تقول كانت سيئة التعبيرين. كيف؟ انا بحكي لو انت نيتيف سبيكر وبدك تعبر انه عن الفيلم هذا انه تكتب عليه ريفيو، انت ممكن عندك خيرين، يا اما بتعتبر انه انت بتخبر فاكت فبالتالي بتقول انه بتستخدم المضارع فبتقول انه الانيميشن از باد، او انه برضه يصح انه انت تقول انه الانيميشن كانت سيئه. بس الانيميشن كانت سيئه بتحسن. الانيميشن كانت سيئه ايش؟ بتحسن. هذا في بدايه الفيلم. هذا برضه تعقيد ثاني، ممكن تقول انه at the beginning انه انا يعني ما كنتش مشدود، بعديها يعني انه شدني الفيلم. نعم، بس ما تنساش برضو انه احنا بنجرب هنا على موديل بس في طبقة واحدة من الالاستيام. تمام، لو احنا اخذنا هذا الكلام انه هيو قاعد بجرب البريدكشن مرة تانية هنا على بعد ما ضفنا طبقتين نشوف كيف الوضع. خلص خمس دقائق؟ لا ليش؟ 500 سكند؟ 300 سكند؟ 300 سكند يعني طيب هذه ممكن خلينا نجربها اذا انه لحقنا انه احنا في اخر المحاضرة نرجع نجرب بعد ما جربنا. فهنا بقول له run after وخليه يستأنف ونرجع وين على الايمج كابشنينج. طيب خلينا نفتح هاي على الكولاب. كيف نستخدمه في ايه؟ في بعض الشغلات انه في بعض الاحيان انه الصوره بتكونش ظاهره، انه بيجي بحكي بالضبط انه ايش محتوى الصوره هذه، انه فيها شخص وكذا. هجت الكابشنينج لانه فعليا انه كثير من البوستات ممكن تكون عباره عن صور،
فبالتالي يعني احنا بنحتاج انه نعمل جينيريشن لكابشن لهذه الصور بحيث انه نحدد انه هذا البوست فيه هيت سبيش او لا، خطاب كراهيه مثلا او لا عشان انه هي تعلقه، او انه في ارهاب او لا، يعني مثلا شغلات زي هيك. فبالتالي انه هم بيستخدموا شغلات زي هيك اوتوماتيك لحجب بعض البوستات. طيب ناخذ نسخه من هذه. بنفع بس بدنا ناخذ انه بده يصير انه كفريمز زي هيك. شوف الايمج كابشنينج. فين عندي الصورة هذه؟ ايش في الكابشن؟ يعني الهدف انه احنا نديله الانبوت هذه الصورة، والهدف انه يطلع عندي كابشن a surfer riding on a wave. surfer ركوب الامواج، ركوب الامواج اللي هو surfing. تمام، يبقى a surfer riding on a wave. يبقى هنا السبجكت هذا عبارة عن الفاعل سيرفر اللي هو راكب الأمواج، رايدينج اون ا ويف راكب على موجة بهذا الشكل. طبعا عشان نسوي هاي الشغلة نحتاج هنا انه احنا نستخدم attention based model اللي بيمكننا انه احنا نعمل generation لبعض يعني الكلمات بحيث انه احنا نركز على شغلة معينة. طبعا هذا الكلام احنا شفناه وين؟ هنا شفنا attention هنا تحت. هنا يبقى هنا في الاتنشن احنا بنركز على ريجون معينة من الصورة، فبالتالي بصير انه تركيز انه جنريشن لكلمات مناسبة للريجون هذه، انه هذا عبارة يفترض يكون في الجنريشن كلمة دوب. تمام، بالاضافة لو وصف له انه كيوت او مش كيوت انه لو كان متوفر. اما لو صار الاتنشن انا عندي هنا فهذا بده يركز على الاكشن اللي هو بيسويه اللي هو القراءة بهذا الشكل. الاتنشن على يعني بالمناسبة مر علينا وين كمان؟ في السي ان ان، عشان هيك انا بدي ارجع لكم هنا في السي ان ان. شفنا الاتنشن وين؟ هذا الستايل ترانسفير. هنا يعني بيفرق بين الفيس ريكوجنيشن والفيريفيكيشن، انه
في الفيريفيكيشن انه انا بعطيله صورتي وبقول لي انه هذه صورتك انت فعلا تمام، فهنا برفض الفيريفيكيشن. بيستخدم في اللوج ان وفي شغلات كثيره في الاوثنتيكيشن. اما الفيس ريكوجنيشن انه انا بدي له صوره انه هاي الكويري وبروح برجع لي كل الاشخاص اللي بيشبهون عندي من الداتابيز زي هيك. طيب هاجيت هنا في الـ في الـ في الاتنشن بلزمني انه يصير في عندي ديتكشن انه انا في ديتكشن للاوبجكتس الموجوده. فبالتالي هنا انا عندي ديتكتس لسيفرال اوبجكتس موجوده في الصوره. انا في عندي هنا دب وفي عندي كتاب، فبالتالي يفترض انه يصير في الكابشن انه اخذ بعين الاعتبار انه في وصف لكل اوبجكت موجود انا عندي في الصوره. فلازم يكون في وصف للدب انه هو كيوت، وصف للكتاب انه في قراءه للكتاب. فعشان هيك انه هذه مرتبطه في الـ في الاتنشن. الاتنشن فعليا كيف بيصير؟ انه فعليا بروح بركز، بعمل يعني زي سكانينج هنا على الصوره انه بركز على مناطق معينه زي هيك تمام، بحيث انه اعمل كل مره بريدكشن لكلمه مناسبه لهاي الـ الـ الكلمه. تكون يعني انت بتحكي عن convolution operation انه هي بتلف على كل الصوره، بس هذه بتلف على الاوبجكتس الموجوده انا عندي تمام. فبالتالي هنا انه يعني هذا determinant انه ذا انه هنا في شيء تركيز على اوبجكت معين، لكن هنا لاحظ وين في صار عندي هايلايت، وين حددت الاوبجكت حوالين البيرسون، فبالتالي هنا صار جينيريشن لكلمه البيرسون تمام. هنا برضو از لانه هذه مرتبطه بالبيرسون، لانه في الانجليزيه بحتاج verb to be مرتبط في البيرسون بالضبط. هنا رايدنج انه صار تركيز مش على الشخص نفسه، بس صار تركيز على الموجه نفسها. شايف انه صار هايلايت للفريمز او للريجونز اللي بتمثل الموجه نفسها تمام. برضو نفس المناطق بس يوسعها اكثر لانه هذه مرتبطه ب الفريم اللي وراها اللي بيركز هنا على السي بورد او سيرف بورد اللي هو لوح ركوب الامواج. نعم برضو تركز على مناطق معينه فيهاش اوبجكت. نعم من الالوان ترجع لنا ستايل ترجع تلون فيها بالضبط بالضبط شغله زي هيك. فبالتالي انت بتصير الان انه انت بخطر في بالك كيف انه هو بياخذ الانبوت انه الصوره زي هيك وانه هي التكست كيف بربط هذه بهذه. فهو فعليا بقوم بهذه العمليات انه بروح باخذ الصوره تمام، وبروح بركز كل مره بعمل اتنشن على ريجن معينه. اكيد حيغلط في الاول صح، لكن بعد التريننج ببدا يعدل الويتس تبعته بحيث انه كل اتنشن هذا الاتنشن مرتبط بالكلمه هذه، لانه الكابشن اللي معايا انا this the person is riding a seaport in the ocean هذا موجود انا عندي في التريننج داتا انه زي هيك. فبالتالي انه بجرب انه هذا الاتنشن لما يكون هنا مره بربطه هنا مره بربطه هنا مره بربطه هنا، بلاقي انه الايرور اكثر حاجه انه في كل الاشياء ما عدا هذه مثلا. فبالتالي خلاص انه بصير انه بعمل اوبتمايز انه للويتس انه ذا مع الاتنشن في المنطقه هذه، الاتنشن تبع المنطقه هذه بلاقي انه كله انه الايرور عادي ما عدا البيرسون انه اقل ايرور. خلاص بصير بربط انه الاتنشن هذه مرتبط دائما مع كلمه بيرسون
ومع تكرار الصور مع تكرار انه الهيوج داتا سيت بتصير انه الامور انا عندي انه بتكون الموديل بهذا الشكل. تمام؟ واضح واضح شو يعني attention model. طيب ايش الداتا سيت اللي احنا حنشتغل عليها؟ الداتا سيت اللي احنا حنشتغل عليها اسمها ام اس كوكو. كيف شكلها؟ يبقى انا في عندي فايل اسمه كابشنز، هي ملف مضغوط، هي اليو ار ال تبعه. تمام؟ وفي هذا الانوتيشن فايل، وفي انا عندي الصور نفسها وهي اليو ار ال تبعها، الاثنين بعملهم داونلود. طبعا هذه الخطوه اوبشنال. كم فيها صوره حكينا؟ 82,000 صوره، متخيل قديش؟ وهذه الداتا ست كتير كبيره، حجمها 13,000 او 13 جيجا. فعشان انه يعني يعمل يعني انه يكون موديل انه قابل انه هو يشتغل هنا على الكيرنل، فبالتالي انه ممكن نعمل ليميت للسايز انه بدل من 82,000 نشتغل على 32,000. تمام؟ طبعا هذا لقراءة الصورة انه دالة. طبعا هنا مدام انه حنستخدم بري تريند موديل اللي هو الانسبشن فيرجن 3 عشان انه يعني نقدر نستخدمه نعمل اكستراكت لفيتشرز من اخر convolution layer، لازم نحول الصورة انا عندي ل 300x300 بيكسل، فعشان هيك انه كتبنا الدالة هذه عشان نعمل ريسايز للصورة. طيب هجيت الفيتشرز اللي انا يعني هعملها استخراج من 30,000، بدل ما كل مرة اعمل استخراج هنا قرر ان هو ايش يعملها كاشينج على الديسك. تمام؟ لانه حتاخد حجم كبير من الذاكرة، فالكولاب حاليا ما بستوعبهاش، فبالتالي انه بعملها كاشينج على الديسك بحيث انه يتغلب على المصاعب هاي. تمام؟ على الديسك، على الديسك، مش لا مش تبعتك، لانه على الديسك تبعت الكولاب، لانه انت عندك حوالي انت عندك الذاكرة 12 ميجا بس، الديسك انه انت عندك لغاية 20 جيجا اعتقد انه مسموح انه تستخدم ديسك. طيب هنا بدأ يعمل بري بروسيسنج للكابشنز، نفس الكيفية انه حدد انه عدد الكلمات اللي هو 5000، طبعا التوب 5000. هنا حولها لسيكونس وعمل البادنج، وهنا عمل سبليت للترينينج والتست داتا سيت، فبالتالي طلع الداتا سيت ايش انا عندي مكونه، ايمج نيم ترين، ايمج نيم فاليديشن، كابشن ترين، كابشن فاليديشن، هاي الاكسز والوايز. تمام؟ هنا كتب هيلبر فانكشن بحيث انه تعمل لي مابينج من الصورة كتنسور مع الكابشن. نجي الان للموديل.
طبعا الموديل زي ما حكينا احنا بنحتاج اتنشن فعرفه في كلاس. طبعا هو بعمل اكستند من الكيراس موديل. تمام، كم لاير انا عندي؟ اي 1 2 3 W1 W2 والV. فالكلاس هذا فعليا هو يعني بيطبق الاتنشن بده يكون في عندي انكودر سي ان ان انكودر، فبالتالي بيكون الانبوت عباره عن صوره والاوتبوت عباره عن فيتشر، وفي عندي ار ان ان ديكودر. تمام، الانكودر دائما بستخدمه في الانبوت، الديكودر بستخدمه في الاوتبوت. هنا لاحظ سي ان ان، ليش سي ان ان؟ لانه الانبوت عباره عن صوره، وهنا ار ان ان لانه الاوتبوت عباره عن تكست. لو احنا نستخدم ماشين ترانسليشن، هذا الكلام انه حنشوفه المره الجايه، انه نيورال ماشين ترانسليشن ويذ اتنشن، حيكون الانكودر والديكودر ار ان ان، لانه الانبوت تكست والاوتبوت تكست. تمام، هاي عرف الانكودر والديكودر، الاوبتمايزر ادم، اللوس فانكشن يعني سبارس كاتيجوري، كاتيجوريكال كروس انتروبي، هاي اللوس فانكشن، التشيك بوينتس. ايش هي التشيك بوينتس؟ عاده عشان للتريننج تبع هاي، زي ما انت شفت انه هاي التكست لسه قاعد بعمل تريننج للان، بياخذ وقت طويل. فبدل ما انت تفقد الويتس في تريننج في ايبوك معينة، مثلا افترض انه انت عندك انه افضل ويت انا عندي في الايبوك الثالثة، فبالتالي انت فعليا انه لو استمريت بدون ما انت تحفظ الويت في كل ايبوك خلاص ضاعت الويت. فالتشيك بوينتس فعليا بحفظ لك الويت في كل ايبوك او كل 10 ايبوك انت بتحددها. تمام، فهي حدد المسار تبعها وعمل تشيك بوينتس للويت تبعت الانكودر والديكودر بهذا الشكل. وهينا بدنا نبدا تريننج. هنا عرف التريننج ستيبس، لانه انت بدك تحدد في التريننج ستيبس انت ايش بدك تسوي بالضبط. طبعا هذا الكلام بدك تنزل شويه لو ليفل، لانه ما بينفعش انه احنا نستخدم سيكوينشال ونعمل ستاكينج للليرز هيك بشكل مباشر. فبالتالي لو ليفل بدك تعمل ويد تي اف gradient table as table. تمام، تعمل encode للفيتشرز وانه تعمل البروسيس تبعتك وتحسب اللوس وترجع اللوس. تمام، وتحدد ايش هي الترينبل variables وتعملها ابديت، تعمل apply للgradients. هذه الستيب كلها بدك تعملها انه في as a training step. بدك تعملها decoration كمان as tf function. هذا شوية الكود لو ليفل، انه كان انه في الكيراس انه ما كناش انه احنا نتطرق لكود زي هيك قبل هيك. لا، هديك ترين ستيب عشان يورجي لك كيف بتتغير الصورة بعد بالضبط، انه زي هيك عشان يورجي لك الاوتبوت، مش انه يورجي لك ايش يسوي في التريننج، انه يعمل لك فيجواليزيشن للاوتبوت بعد ستيب معينه، لانه احنا مشينا ثلاثه ستيبس وعمل فيجواليز. عملنا ستاك للايرز، عرفنا تولوس فانكشن و صحيح صحيح، في شغله زي هيك، في شيء مشابه زي هذا. نعم، حكيت بدنا نبدا نعمل الايبوكس تبعتي، حددنا 20 ايبوك، فبدنا نعمل اتريشنز، فعملناها يدوي في فور لوب لانه احنا نزلنا لو ليفل عشان نحدد شغلات كثيره. تمام، فهنا بعد ما نخلص التريننج بنعمل بلوت،
وبعديها بدنا نعمل captioning. فكتبنا evaluation function نديها input شو بترجع؟ بترجع الريزلت والاتنشن بلوت. الريزلت اللي هو عبارة عن الكابشن نفسه as a text. هاي بيعمل بلوت للاتنشن يورجي المناطق اللي هو عمل عليها اتنشن. وهنا جاب الريال كابشن والبريدكشن تمام. وهنا بيعطيني فرصة انه اعمل فيد للصورة انه يعني انه اعطي اليو ار ال لصورة معينة ويشوف الكابشن تبعها كيف زي هيك تمام. زينا واضح accuracy أنا عندي أعلى يعني في two layers الاستيام أعلى. نفس النظام يعني. بدك انه تشوف كيف نحفظ الموديل؟ هنا عندك في الجايد وين هذا في التشيك بوينتس. بس هو بيحكي انه مثلا الفاينل ويتس بدنا نحمل يعني انه نعملها سيف عشان استخدمها فيما بعد. فهذا الكلام وين فهنا وين ليرن تنسر فلو توتوريالز هاي. يبقى هنا انت بتروح على تنسر فلو سلاش توتوريالز وبتروح هنا learn and use ML machine learning. فهنا انت عندك يعني ميثود بسيطة. فبالتالي هنا عشان انت تحفظ لازم تعمل انستول لهدول الباكجز لانه هو فعليا بيحفظ الويست ك اتش 5 فورمات تمام. عشان تحفظ موديل ببساطه هاي عامل موديل بتقول له هنا في الكول باك انه بحفظ لك الويت بدك تحفظه هنا هذا بعد الإيفاليويت هاي السيف ويت تمام. بدك تحمله بعد هيك في عندك لود ويت فبتدي له المسار تبع التشيك بوينتس وين تمام. فبالتالي انه هاي انت عندك عشان تحفظ الموديل خلص. كيف 85؟ يعني
خلينا أيوة آخر حاجة. لا ما هو في بعد. 97. وين؟ أيوة 87 طيب. طيب أنا 85. آه طب هنا قديش كان فوق الفاليديشن؟ إشي بعيد؟ 82 يعني في نوعا ما بعض الامبروفمنت. طب تحاول الجمل هاي وين الجملة احنا جربنا انه the animation is bad but the story is good. انا فعليا وجهة نظري انه اي حاجة نيجاتيف على الفيلم حتى لو حكيت حاجة بوزيتيف انه خلاص، حتى لو حكيت ثلاث حاجات بوزيتيف على الفيلم وحاجة نيجاتيف يبقى نيجاتيف. دائما هيك النيجاتيف انه هو بيضغط. كيف؟ ماشي بس انه الاثنين الفرق بيناتهم مش كتير، اثنين ضايل يعني تسعة من ال تسعة من مية وهذا 11 من 100. هيك؟ أنا عشان حطيت إنه هو يكمل، لا مش حي، مش هقدر إنه أنا أشغل. طيب أنا إيش حسوي؟ هحاول إنه هذا أخليه شغال بشكل كامل، أجرب أكثر من كومباينيشن للجمل في حال إنه كان one layer الاستيام وفي حال إنه كان two layers الاستيام ونشوف الفرق بيناتهم، نقارن الفرق بيناتهم المرة الجاية. والإيمج كابشنينج نحاول إنه الموديل هذا إنه إحنا يعني نحفظه ونعمل جينريشن لكابشن، إنه الموديل هذا إنه إحنا نستخدمه أحفظه أنا عندي على الديسك ونستخدمه جينيريشن لأكثر من صورة ونشوف كيف الأوتبوت تبعه. بضل المرة الجاية ضايل عندنا موضوعين اللي هو موضوع التكست جينيريشن والنيورال ماشين ترانسليشن. تمام؟ فبنخلصهم الخميس، بعدها بيصير عندكم على يوم الاثنين ان شاء الله زي ما حكينا انه خلاص انه تكونوا مختارين بروبلم انه انتم تشتغلوا عليها، سواء كان داتا سيت انه انت اخترتها من عندك او كومبيتيشن من الكاجلز. انا الظاهر انه طولت كتير في المحاضره لانه صحيح يعني شكلكم يعني على الاخر. تمام فخلاص خلينا نخلص هدول الموضوعين، ولا انتوا شايفين انه خلاص نبدا في العملي وخلاص انه انتوا مليتوا من الكلام هذا؟ انتوا شايفين المحاضره اليوم انه زخمه بس فيش فيها عملي، يعني فيها شرح كتير فيش فيها عملي. طيب خلينا نشوف ايش ممكن انه احنا نشرح من الموضوعين هذه بشكل سريع المرة الجاية ونبدأ في الاختيار ان شاء الله. تمام الله يعافيك.